أناجي الحق في ليل لهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل لهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أثني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأثني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى. أناجي الحق في ليل سليم يطلب التقوى، سليم يطلب التقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه هي المحاضرة السابعة في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، ونتناول فيها بإذن الله تبارك وتعالى بقية العبوديات المتعلقة بالقلب وأحكامها وعلاماتها الظاهرة في البدن، والتي يعتبرها البعض كشروط أو يذكرها كشروط للا إله إلا الله. صحيح أن في بعض الأشياء إحنا ندور على الواجب الشرعي تكليفي متعلق بالقلب أو المستحب المتعلق بالقلب، وإحنا حنجمل كل ما يتعلق بالقلب في نهاية المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى. الأحكام التكليفية المتعلقة بالقلب لعبوديات القلب، ما ينبغي على المسلم أن يخلص لله فيه من جهة القلب، لأن القلب طبعا هو الأساس. وبنحاول من خلال هذه العبوديات أن نلاحظ أثر هذه العبوديات كل واحدة على حدة في البدن، العلامات اللي بتظهر في البدن اللازمة له، يعني ما يبقاش في صلاح في القلب إلا وجود الصلاح في الجوارح لازم كأثر بالنسبة لصلاح القلب. يبقى كل عبودية من عبوديات القلب لها علامات من الصلاح لابد أن تظهر فين؟ في البدن. هذا ما نسعى إليه في عبوديات القلب، وينبغي إخلاص الحق سبحانه وتعالى، الإخلاص هذه العبوديات لله تبارك وتعالى، بحيث أن كل عبودية من هذه العبوديات قد يحدث فيها الشرك، يعني قد يكون في شرك في المحبة، قد يكون في شرك في الخوف أو في الرجاء، لكن إفراد الله عز وجل بهذه العبوديات هو ده التوحيد، وتوحيد العبادة وأساس توحيد العبادة. فإن شاء الله عز وجل، طبعا احنا اتكلمنا على فيما مضى أحكام العبودية المتعلقة بالقلب بين الواجب والمستحب، اتكلمنا عن اليقين وإنه لازم للمقتصدين والسابقين، وأيضا تحدثنا على ما ينفي اليقين، أو اليقين ينفي الوهم والشك والإيه والظن، تكلمنا عن ضعف اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين كمراتب بالنسبة للمسلمين المقتصدين والسابقين والظالمين لأنفسهم. ما فيش حد يخرج عن اليقين،
لأن لو خرج عن اليقين يبقى في هذه الحالة ليس بمسلم. اتكلمنا عن العلامات الدالة على اليقين، وبعدين اتكلمنا عن الصدق ومعاني الصدق وعلاماته والخوف والرجاء والرد على الشيخ الهروي، أو رد ابن القيم على الشيخ الهروي عندما قال إن الرجاء معارضة واعتراض، وإن الرجاء ليس إلا ليبرد حرارة الخوف. كان يعني ما شرحناش بالتفصيل، لكن هي مستوفاة في المذكرة أو في الكتاب إن شاء الله عز وجل. العبوديات اللي هنبدأ بها النهاردة إن شاء الله عز وجل عبودية الصبر. الصبر من عبوديات القلب، وهو في اللغة الحبس والكف، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك معهم، اجعل نفسك معهم. فالصبر معناه حبس النفس على شيء معين. والصبر من أعمال القلوب الواجبة، الصبر من أعمال القلوب الإيه؟ الواجبة. واحد يقول لك يعني إيه أعمال القلوب الواجبة؟ يعني واجب على الشخص أن يصبر على أقدار الحق سبحانه وتعالى، هذا صبر على الربوبية، صبر على توحيد العبادة لله عز وجل، هذا صبر على العبودية. خلي بالك يعني في صبر واجب على أقدار الله اللي هي أفعال الله عز وجل، وأفعال الله هتبقى توحيد الربوبية، بمعنى اللي هو الصبر على المقدر أو على القضاء والقدر، الصبر على ما ابتلى الحق سبحانه وتعالى بالإنسان مما يحدث ألما في النفس غير مرغوب، دون عليه ده واجب لازم تصبر. طب ممكن يصبر ولا يرضى؟ أخبرك إزاي؟ يعني أقول لك الصبر واجب علي أن نصبر على ما ابتلاني من الآلام وما شابه ذلك، نعم واجب عليه، لكن الرضا قالوا في خلاف بين الواجب والمستحب، لأن ممكن واحد يصبر على الألم صحيح لكن لا يرضاه فيدفع الألم بطلب الشفاء. أخبرك إزاي؟ تفكرين لما ثلاثة اللي دخلوا زوروا الرابعة العدوية، فأحدهم قال: ليس بصادق في دعوى من لم يصبر على ضرب مولاه. خلي بالكم لأن العبارة ديت في ذهن الهروي، الشيخ الهروي هو بيقسم درجات الصبر والرضا، فإحنا بقول في الصبر واجب لكن بالنسبة للرضا هنتكلم عنه بالتفصيل. طيب واحد يقول لك الصبر على أقدار الله اللي هو الصبر على الإيمان بتوحيد الربوبية اللي هي فعل الله عز وجل في خلقه، طيب الصبر على العبودية اللي هو إن يتمسك بشرع الله ويصبر عليه، ده واجب أن تكون عبدا موحدا لله في أحكام العبودية على الدوام، مش كده ولا يا أخوانا؟ يعني ينفع تقول لك والله أنا من الصابر أبقى مسلم؟ أخي بالك إزاي؟ لا، أنت لازم تكون مسلم وتصبر على أن تكون مسلما، بس هتفرق في إيه؟ طب واحد يقول لك إمتى الصبر يبقى مستحب؟ لو نظرت إلى الصبر اللي هو في باب الربوبية ولا في باب الألوهية؟ لا، في باب الألوهية، باب العبودية. أنتوا عارفين يعني إيه الصبر في باب الربوبية والصبر في باب العبودية؟ معايا ولا مش معايا فيها؟ يعني الكلام الصحيح جايز عالي شوية لكن ركزوا معايا بس. والصبر في باب الربوبية يبقى صبر على أفعال الله بالإنسان، وأفعال الله بالإنسان اللي هو توحيد إيه؟ ها؟ ربوبية ولا ألوهية؟ ها؟ أفعال الله بالإنسان ولا ربوبية؟ أيوة ربوبية. طيب ربوبية، ما هو توحيد الربوبية توحيد الله في أفعاله، إن أفعال ربنا سبحانه وتعالى كلها ربوبية، هو رب العالمين يفعل ما يشاء. فصبرك على أفعال الله بك، صبرك على أفعال الله بك هو القضاء والقدر. فممكن ربنا سبحانه وتعالى يوسع على إنسان أو يضيق على الآخر، فمن ضيق علي الحق سبحانه وتعالى ابتلاء منه لهذا العبد فواجب عليك أنك تصبر على أقدار الله، ده اسمه صبر على الربوبية، على توحيدك ربوبية الله عز وجل. طب الصبر النوع الثاني بقى اللي بنتكلم عنه، صبر على توحيد العبادة لله، إن أنت تبقى مسلم على طول، يبقى لك معبود واحد وإله واحد، ده اسمه الصبر في باب الإيه؟ ها؟ الألوهية ولا الربوبية؟ الألوهية. يبقى إذن في صبر في باب الربوبية وصبر في باب الألوهية. نيجي للصبر في باب الألوهية، الألوهية دي عبارة عن إيه؟ أحكام عبودية، في واجب
في مستحب وفي حرام وفي ايه مكروه. يبقى الصبر على الواجب نقول عليه ايه؟ واجب. والصبر على المكروه ها؟ ولا الصبر على المستحب مستحب؟ والعكس بالضبط بالنسبة للصبر على ترك الحرام والصبر على ترك الايه؟ المكروه. فهمتوا يا اخواننا؟ فيقول لك امتى يبقى الصبر مستحب؟ لما يكون الصبر في باب الألوهية كده كويس، في أحكام العبودية، ويكون الحكم مستحب أو تركه مكروه. لكن لو كان الصبر على الواجب يبقى واجب. فابن القيم لما بيتكلم عن الصبر يقول لك من أعمال القلوب الواجبة، يبقى يقصد بذلك الصبر على أن تكون عبدا لله موحدا في الجملة. أصبحت ما هو الصبر على السنن مستحب مش كده برضو؟ لأن كل حكم بياخد الصبر جزء منه. فهنا الصبر من أعمال القلوب الواجبة هو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها، وهو خلق فاضل من أخلاقها، يمنع من فعل ما لا يحسن ولا يجمل شرعا أو عقلا. ورد في القرآن في أكثر من 90 موضعا، وهو واجب بإجماع الأمة. الصبر واجب بإجماع الأمة، أي الصبر أن تكون موحدا لله في الربوبية وموحدا لله فين؟ في الألوهية. بس خليك وياه كده في الحتة دي، تقول لك والصبر نصف الإيمان. الصبر نص الإيمان، طب والنص الثاني؟ قال لك الإيمان نصفه، نصف صبر ونصف إيه؟ شكر. فواحد يقول لك إيه؟ طب أنا عايز أفهمها بشكل يكون مبسط شوي، إزاي الإيمان منقسم إلى صبر وإلى إيه؟ إلى شكر. إن نظرت إلى أفعال الله فأفعال الله تبارك وتعالى إما إكرام وإما تضييق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه إيه؟ ونعمه. فأكرمه يعني أكرمه بالنعم، وسع عليه بأشياء ملائمة للطبع مريحة للنفس، فدي هتستوجب إيه؟ الشكر. طب لو نظرت في الباب الثاني اللي فيه البلاء والشدة والألم والفقر وما شابه ذلك، هيحتاج إيه؟ صبر. يبقى بهذا الاعتبار هيتقسم نصين. طب ننظر لاعتبار ثاني، ركزوا معايا كده. الصبر في توحيد الربوبية أنت مالكش حيلة فيه، يعني في باب الربوبية أفعال الله تقع شئت أما بيت. حتى أحيانا ممكن واحد ربنا يعطيه الفلوس وبكره ويضيق عليه وبقى برضه مكره. فالصبر في الحالتين هيبقى صبر على إيه؟ أفعال الله عز وجل. لكن العبادة وتوحيد العبودية لو وفقت إليها وأديتها فهذه تستوجب شكر. يبقى توحيد الألوهية هيستوجب الشكر لأن فيها عمل وطاع. طب وبالنسبة لتوحيد الربوبية لو ابتلاني الحق سبحانه وتعالى يحتاج إيه؟ صبر. فعلى هذا هيبقى الصبر نصف الإيه؟ الإيمان. وطبعا سبحان الله يعني بالنسبة لهذه القضية فيها معاني جميلة جدا وأشياء رائعة تحتاج منا إلى أن احنا نقف وقفة. فالصبر على المصائب هيبقى ده باب الربوبية ولا باب العبودية؟ أقول لك هو واجب باتفاق أئمة الدين، واجب عليك أن تصبر على أقدار الله عز وجل. وإنما اختلفوا في وجوب الرضا، الرضا بالمقدر. وهنتكلم عن الرضا عشان نعرف الفرق بين الرضا بالقضاء والقدر والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، ودي جاي بعد شوي. لكن هو أقول لك الصبر ثلاث أنواع في تقسيم ابن القيم للصبر. الصبر على تهدم، وأنا حاولت أختصر لأن ابن القيم في مدارج السالكين بتواجهنا مشكلة هي إيه؟ الأسلوب اللي بيتكلم به داخل فيه شوية من الإيه؟ البلاغة الفلسفية شوية، بحيث إن اللي يقرأ فعلا يحس بالأمر كبير عليه أو صعب. وهو بيتكلم كده ابن القيم غرضه إن يبين للصوفية والجماعة المفتونين بالشيخ الهروي، وده اللي اكتشفته يعني وتأكدت منه، إن الشيخ الهروي اللي هو مدارج السالكين بيشرح منازل إيه؟ السائرين. فابن القيم عايز يخلي الأسلوب بتاعه راقي لدرجة إن يدوخ الصوفية وراه. يعني مش بس هم كانوا مفتونين بالمنازل اللي عاملها الشيخ الهروي، ألف منزلة بقى في مقامات السالكين ومنازل السائرين زي ما أنتم شايفين. فابن القيم بيشرح مدارج السالكين حاول ان هو يخلي الاسلوب الشرح بتاعه احيانا اما يجي يعرض قضيه القضيه يعرضها بصوره
اللي بيقول لك انا من اهل شهود السوى واهل الوجود السوى، الفناء عن وجود السوى والفناء عن شهود السوى، اللي بيتكلم بلغه الفناء، اللي يعني الصوفية عندهم الغاز ورموز يصعب ان انت تتابعهم فيها، ابن القيم بيقول لا، ده احنا لو حبينا نتكلم وكلام سلفي محض ما فيش فيه مخالفات نعقد لكم الدنيا لدرجه ان انتوا تدوخوا عشان تفهموها. خد بالك ازاي؟ فبقى يتكلم باسلوب راق، وما يجي مثلا يعدد وجوه يقول لك في اثار الرضا وعلاماته، ما يقولش مثلا 10 12 وجه. انا بعد وراه في اثار الوجوه اللي بودا لقينا عامل 66 وجه، 66 وجه. انا قعدت اختصر ايه اللي ينفع ناخده ويكون سهل او نصيغه باسلوب سهل علشان نعرف نقوله لكم هنا في المحاضره هنا. انما انت لو عشت معاه في مدارج السالكين هتلاقي يعني سبحان الله اهل السنه والجماعه عايزين يقولوا ان ما فيش حد اكبر من حق، وإذا كان الشيخ الهروي خد منزلة في الأمة الإسلامية ضخمة والناس قدسته، خصوصا الصوفية لأن هو سلفي في باب الأسماء والصفات وحنبلي في المعتقد في الفقه، فهو يعني لكن في الصوفية صار خلف حلولية الصوفية وقال كلام لا ينبغي. فابن القيم هو بيشرح ما بيشرحش ده وبيرد عليه، وهو بيرد بيبين أسلوبه أنه كان أسلوب راقي. فهتلاقي في كلام ابن القيم أحيانا عبارات تحتاج الى شرح وبسط، وانا حاولت ان انا ابسطها او اخد خلاصه اللي في مدارج السالكين واجيبه لكم في هذه المحاضرات. والحمد لله يعني بالنسبه للقلب يكفي هذا فيما يتعلق باحكام العبوديه، عشان هننتقل الى بقيه الامور الاخرى في المنهج اللي احنا ماشيين عليه. فبقول الصبر على ثلاث انواع: صبر على طاعه الله. طب صبر على طاعه الله ده هيبقى في ايه؟ ها؟ في توحيد ربوبية ولا إلوهية؟ إلوهية. يقول لك وصبر عن معصية الله، إلوهية برضه، لكن هو هيقسم الأحكام التكليفية باعتبار الوجوب وباعتبار الحرام. ففعل المحرم تبتعد عنه وتصبر على هذا البعد، وفعل الواجب تفعله وتصبر على فعله. النوع الثالث بقى صبر على امتحان الله، هيبقى باب إيه؟ ربوبية. طبعا توضيح الربوبيه والالوهيه ده كلام مش واضح قوي في الكلام اللي بيقوله ابن القيم، لكن احنا بنقسمها على اساس احنا فاهمين انواع التوحيد اللي درسناها قبل كده في باب الربوبيه وفي باب الاسماء والصفات وفي باب العبوديه، فاحنا عايزين نصل الى تفرقه في هذه المعاني بحيث لما نقرا كلام اي حد نقدر نقول لك هو يقصد هنا كذا، ده قصده هنا كذا، واخد بالك ازاي؟ هو ده القصد. فالاولان اللي هو الصبر على الطاعه والصبر على الايه؟ عن المعصيه. فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، ده كلام ابن القيم. والصبر على ما يتعلق بالكسب قصده ايه؟ كلمة صبر على ما يتعلق بالكسب يعني العبد له دخل في اكتساب هذا الصبر، ان هو اختار ان يكون عبدا لله ويصبر على ان يكون عبدا لله، فده من كسب العبد وايه؟ وسعيه، مش كده؟ فالصبر ان هو يقول لك صبر على ما يتعلق بالكسب. والثالث اللي هو صبر على امتحان الله، صبر على ما لا كسب للعبد فيه، يعني انت مالكش حيله فيه، هتصبر هتصبر، وان ما صبرتش غصب عنك هتعمل ايه؟ فده يبقى الصبر ان هو انت مالكش كسب فيه لان واقع كبلاء، زي المرض مثلا لما يجي هتعمل في المرض ايه؟ طب واحد يقول لك انا هاخد بالاسباب، طب الاسباب ما جابتش نتيجه، ها؟ يبقى قدامي ايه يا اخوان نعمله؟ الصبر برضه، بس الصبر نوت انا ماليش فيه ايه؟ الكسب والاختيار، لانني حتى لو انت صبرت وكان من كسبك برضه، فانت بتدفع البلاء بالبلاء، يعني تاخد باسباب الشفاء، اخد بالك ازاي؟ هو ابن القيم بيقول ايه في القصد من الكلام ده؟ ايه صحصح معايا كده، هو عايز يقول ان مش ممكن ابدا ان يكون الصبر للواحد له كسب فيه وعزيمه واراده وتحمل مشاق في الطاعه والبعد عن المعصيه، يكون الصبر ده هو ادنى في المستوى من الصبر على ما لا حيله لي فيه، زي الصبر على الاقدار والامراض وما شابه ذلك. انتوا فاهمين ازاي؟ يعني دلوقتي ايهما اقوى بقى في العزيمه، الصبر على الطاعه والبعد عن المعصيه، ولا الصبر على حاجه وقعت عليا وماليش حيله فيها؟ الصبر على ايه؟ على الطاعة، اللي هو الصبر متعلق بتوحيد، اما الصبر متعلق بتوحيد الربوبية والصبر على اقدار الله فانا ماليش كسب في اللي وقع علي. يعني واحد مثلا اصيب وابتلي بحادث هنعمل ايه؟
واحد ابتلي في يده هيعمل ايه؟ اخبلك ازاي؟ لازم يصبر. تم صبرش انت حر؟ هتصبر غصب عنك. فالصبر هنا شئت اما بيت. فايهما افضل بقى، الصبر المتعلق بتوحيد الالوهيه ولا المتعلق بتوحيد الربوبيه؟ ها؟ الالوهيه، لان الصبر متعلق بالربوبيه غصب عنك هتصبر، شئت اما بيت هتصبر. المقدمه دي بيعملها ابن القيم وقبله برضه ابن تيميه عشان يرد على الصوفي، لانهم بيقولوا الصبر، الصبر على الاقدار، على الاراده الكونيه، عاملينه أرقى من الصبر على الإرادة الشرعية اللي هي العبودية. صحصحوا معايا، محدش ينام، كلام صعب ولا إيه؟ الصبر المتعلق بتوحيد العبودية يقول لك ده صبر العامة، والصبر المتعلق بالربوبية وأقدار الله يقول لك ده صبر إيه؟ الخاصة. شفت بقى ابن القيم؟ فهو في كلامه تحس إن بيمهد لحاجة عايز يقولها. المهم، وقد يصنف الصبر إلى ثلاثة أنواع باعتبار آخر: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. صبر ايه؟ بالله. الصبر بالله ايه؟ الصبر بالله الاستعانة به، فيرى الصابر ان الله هو الذي يصبره. زي ما واحد بيعبد الله عز وجل لكن ما ينساش ان الفضل في العبادة لمين؟ لله. فربنا بيقول واصبر وما صبرك إلا بالله. فهذا صبر بالله، صبر إيه؟ بالله. طيب الثاني بيقول لك صبر لله، صبر إيه؟ لله. يعني أنت بتصبر إخلاصا لله تبارك وتعالى في صبرك وفي عبوديتك لربك. يبقى الصبر لله والصبر بالله، أيهما أقوى في باب التوحيد بقى؟ قولوا يا اخوان الصبر لمين؟ لله عز وجل. كمان بقى الثالث بقى اللي هو الاقوى خالص، الصبر مع الله عز وجل. الصبر بالله والصبر لله، والثالث الصبر ايه؟ مع الله. وهو دوران العبد مع موافقه شرع الله عز وجل حيثما دار. ده برضه في توحيد الالوهيه، بس انت مع الاحكام الشرعيه ما بتفرقهاش، متمسك بالأحكام الشرعية. فصبر لله، وقبلها صبر بالله، وبعدها صبر إيه؟ مع الله عز وجل. ابن القيم بيقول دوران العبد مع موافقة شرع الله ومراده الديني ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه على الالتزام بها في أي زمان أو مكان، لا يفارق شريعة الله وأوامرها. فهذا معنى كوني صابرا مع الله، أي جعل نفسه وقفا على أوامر الله ومحابه. ربنا بيحب إيه؟ يتمسك به، هو صبر على كده، ده اسمه صبر إيه؟ مع الله. واللي قبله يعني هو الصبر لله عز وجل، هو صبر مع الله بس لله، ما يكونش فيه شركة. زي محبة لله بس تفرد بها الحق سبحانه وتعالى، تحب الله أو تحب، أو نخليها بمعنى العبادة أصلا، عبادة الله والقوة في عبادة الله ما تنجش من النار، إنما القوة في توحيد العبادة لله يقوي من النار. فهنا لازم ينجي من النار. فهنا دلوقتي لازم حاجتين: الأول عبادة لله وفيها قوة، دي زي الصبر مع الله، ماشي يا أخوانا؟ الحاجة الثانية يعني بنقول عبادة الله زي الصبر مع الله. طيب وبعدين توحيد العبادة لله هيبقى زي ايه؟ الصبر لله. وأن تشهد نفسك في حال عبادتك قائما بربك وأن الله الذي أعانك، هو ده زي الصبر بإيه؟ بالله. فهمتها ولا عيدها تاني؟ تاني. هو بيقسم الصبر، معلش، تقسيمات ابن القيم كده وكلامه فعلا منضبط على الشرع تماما. بنقول خلينا في العباده دلوقتي، ايه الفرق بين العباده وتوحيد العباده؟ العباده ان تخضع لله عز وجل، وممكن تخضع لغيره، مش كده؟ تخضع لله وتخضع مع غيره. ممكن واحد برضه يدور مع احكام الله صبرا، يعني يصبر على ان يؤدي احكام الشريعه لله عز وجل،
وبرضه يؤدي أحكام غيره من الأحكام الوضعية، مش كده؟ فهذا صبر مع الله ومع غيره. إنما لو صبر لله وحده هيبقى صبر إيه؟ لله ولا مع الله؟ لله ومع الله. أخبرك إزاي؟ يعني مع الله لأنه صبر على أداء العباد، وأفرض الله بالإيه؟ بالصبر والعبادة، ورأى أن عبادته ليست بحوله وقوته وإنما بتوفيق الله وإعانته، فصبر بالله. واضحة النقطة ديت؟ يبقى اصبر وما صبرك إلا إيه؟ بالله. ولذلك هقول لك، أشوف ابن القيم مثل جميل قوي بيقول: أنا سمعت الشيخ الإسلام تيمية، قال سمعت الشيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه بيقول في المفاضلة بقى: أيهما أكمل صبرا، صبر يوسف لما دعته امرأة العزيز، ولا صبر يوسف لما وضع في الجب؟ كلكم تقولوا امرأة العزيز، صح؟ له كان صبر يوسف عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه. صبره في حال امتناعه عن المعصية كان أكبر لأن من كسبه، إنما الصبر اللي في الجب ليس من كسبه، ده قدر وقع عليه. فأيهما أكمل؟ أخبرك إزاي؟ هم بيقولوا كده ليه؟ الأمثلة دي واضحة جدا، وانتوا نفسك قلتوا بالفطرة كده: لا، صبره عن المعصية مع امرأة العزيز أقوى من صبره هو فين؟ في الجب. ليه؟ لأن الصبر هنا فيه كسب للعبد. فالصوفية بيقولوا لا، الصبر اللي فيه كسب للعبد وفيه أحكام شريعة يبقى بتاع العامة، والصبر اللي فيه مشاهدة القدر ده يقول لك بتاع الخاصة وخاصة الخاصة. الكلام ده لا ينسجم مع الفطرة ولا ينسجم مع كتابنا وسنة. فبيقول اهو: فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها، اللي هو وقوعه في البئر، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. يعني هيعمل إيه هو في البئر؟ قاعد بيستنى فرج ربنا سبحانه وتعالى. وأما صبره عن المعصية فصبره اختيار ورضا ومحاربة للنفس، لا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. يعني عنده الأسباب كده يعني جامدة جدا لو أي واحد تاني. فابن تيمية بيعدي الأسباب، بيقول لك: كان شابا وداعية الشباب إليه قوي، وعزبا ما كانش متجوز ليس له ما يعوضه أو يرد شهوته، وغريبا، والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه في إيه؟ في بلدي بين أصحابي ومعارف. أما يكون غريب لك أنا غريب ما حدش عارفني، أخي بالك إزاي؟ ومملوكا، والمملوك أيضا ليس له وازعه كوازع الحر، ده عبد مهما يكن يعني. والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته، يعني المفروض ينفذ أمره. وقد غاب الرقيب، والمقصود غاب الرقيب يعني إيه؟ غلقت الأبواب وقالت هيت لك ما حدش شايف، وهي الداعية له إلى نفسها مش هو اللي طالب، والحريص على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك كمن توعدته بإيه؟ بالسجن والصغار إن لم يفعل. ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله. وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟ ده هم اللي حدفوه في البيت. ولذلك ابن تيمية كان يقول على نص كلام ابن القيم، وكان يقول اللي هو ابن تيمية: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفطر. الصبر على أداء الطاعة أكبر من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. ده طبعا أنت تحس من الكلام طبعا أنه بيتكلم عن الصبر، ولكن هو ده كله عبارة عن تمهيد عشان يبين الحق من جهة ويرد على المخالفين لأهل السنة من جهة أخرى. ولذلك بقى ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الصبر، ابن القيم لما ذكر أساليب الدعوة في القرآن إلى الصبر، لأن الصبر ده اللي محتاج إن الإخوة يتعلموه. إحنا بقول لكم في الدورات العلمية في أول كل دورة اصبروا، فالأخ متعجب
سمع كلمة من هنا ولا من هنا ولا عايز يأيد رأيه ولا، مع إن الحكمة تقتضي الصبر، حكمتك أنت تصبر لغاية ما تستوعب المعلومة وتستقصد الأطراف وتتعلم. إنما واحد مستعجل وبيتكلم في أحكام فهيؤدي إلى إيه؟ إلى ضياع الدين، لأن ما هوش متعلم، فلما يتكلم هيضل، ممكن يدافع عن رأيه ويدخل الهوى، وبعد ما يدخل الهوى صعب أن يتراجع لمكانته لحظوته لرياسته أو ما شابه ذلك، يخاف يرجع بقى لده أنا فلان الفلاني. ففي الحالة دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. ولذلك احنا بنقول لابد من الصبر. ابن القيم لما اتكلم عنه قال إن ربنا سبحانه وتعالى فصل وعدد في أنواع الدعوة إلى الصبر في مواضع كثيرة جدا، أنا اختصرت لكم هذه المواضع بأشياء بسيطة. يعني ربنا أمر بالصبر وده أمر تكليفي، واستعينوا بالصبر إيه؟ والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني مش أي واحد هيقدر إنه يتحمل الصبر، بس عشان تصبروا تعرفوا إزاي العلم الشرعي يؤخذ وإزاي الواحد يصبر على طاعة الله عز وجل، وإن النصر هيجي مع الصبر مش هيجي مع غيره. يعني الأمة تتغير إزاي؟ تطيع الله عز وجل وتصبر على الطاعة وهتلاقي الفرق جه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وإيه؟ ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ونهى عن ضده فقال، ده النقطة الثانية، يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ها؟ ولا تستعجل له. يعني مفيش حاجة بتيجي ده في يوم وليلة، عايزين صبر، الدنيا مش هتتغير في لحظة، زي ما الأعداء صبروا قرون طويلة عشان يحطونا في الوضع اللي احنا فيه، 700 سنة والوس التاسع اللي خطط للعالم الحاضر في ان الغرب يكون في أقوى ما يمكن في دار ابن لقمان في المنصورة، وضع خط، هو ما شافش النتيجة، بس الخطة قال مش ممكن المسلمين يتحطوا في الحضيض إلا إذا عملنا كذا وكذا. هي إيه؟ ما تحاربهمش بعسكرية، حاربهم عن طريق فصل المسلم عن دينه، عايزينه راجل غربي، إنما طول متمسك بالدين دي مش ممكن هتنتصر عليه. ولذلك أي مكان في العالم ساعة ما يشوفوا ناس فاهمين دينهم كويس يتمسكوا بالدين وبإسلامه وبسنتهم يقول لك بس الحرب تقام ولا تقعد حتى يزول هذا الفكر، الفكر ده ممنوع. فين الحرية؟ لا، الحرية كل حاجة إلا أن يكون واحد سلفي متمسك بعقيدة سلفية صحيحة. ليه؟ لأن دي عارفين أن هلكهم فيه، هلكهم في كده. فالوسي التاسع وقعد في المنصورة، والله أنا قاعد من حريمهم 200 سنة في الحروب الصليبية وفي النهاية غلبونا. في شأن الملك لويس التاسع اللي كنا بنتكلم عنه، بنقول ان هم هذا الرجل، اما نتكلم ان شاء الله عز وجل عن الفرق او في كفاية الطالبين ربما نتطرق الى هذا، هو فكر فكرة نجحت بعد حوالي 7 قرون من الحروب بين الإسلام وبين النصارى في الغرب في الروم. ولما أسر ابن لقمان في دار ابن لقمان وضع خطة معروفة اسمها وثيقة الملك لويس التاسع، موجودة لغاية النهاردة عاملينها في متحف في باريس. وثيقة لويس التاسع دي هي عليها أساس العالم المعاصر، قال عشان احنا نواجه المسلمين ويبقى السيادة لنا على طول لازم نفصل بين المسلم ودينه، ما تخليش متمسك بدينه أبدا. مسلم عايش بثقافة الغرب حربوه بأي صورة، إزاي تضيعوا دينه كده؟ في الحالة دي ما يختلفش عنا في حاجة، وإحنا متقدمين عنه في كل حاجة. وخطط الراجل وقال، لكن ما شافش الثمرة دلوقتي إن الأمة ممزقة إلى أجزاء ونجحت فكرته وهم في الغرب مهيمنين، بل بيملوا علينا أفكارهم وثقافتهم وحضارتهم، كل ده جاي بصبر. يجي أخ عايز غير الواقع في يوم وليلة، ما كانش خلاص الدنيا تتقلب بقى بالقوة واللي يحصل يحصل، لا، مش ممكن هتيجي العزة ويأتي النصر إلا بالصبر. ولذلك ربنا أثنى على أهله فقال والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار والصابرين في البأساء والضراء وحين الإيه؟ البأس أولئك الذين صدقوا. وأوجب محبته للصابرين
وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الإيه؟ الصابرين. وأوجب معيته لهم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب إيه؟ ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأن الصبر خير لأصحابه ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لكلها دلالة على أهمية الصبر بالنسبة للصابرين من المسلمين والموحدين وإيجاب الجزاء للصابرين بأحسن أعمالهم. ما عندكم ينفد وما عند الله إيه؟ باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حتى إطلاق البشرى لأهل الصبر دون تقييد، يعني تلاقي في حاجات ربما تقيد لكن هنا لا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أطلق البشرى بكل أنواع الخيرات وضمان النصر والمدد لهم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. والرسول قال واعلم أن النصر مع الصبر، وأهل الصبر هم أهل العزائم. وأمور أخرى كثيرة ذكرها رب العزة والجلال، سلام عليكم بما صبرتم، فدخلوا الجنة بسبب صبرهم. الصبر بقى يورث الإمامة في الدين إذا اجتمع مع اليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا اجتمع اليقين اللي هو عمل من أعمال القلوب مع الصبر يبقى له الإمامة في الدين على طول. المتعجل عمره ما يقود الناس، لازم من الصبر، وصدرك يبقى واسع وتستوعب الآخرين أخبرك إزاي وتسمع منهم. طالما نيتك الوصول للحق، والوصول للحق هو اليقين اللي بيدفع الشبه، فكل اللي بيحصل دي أمور كلها بتعدي. لكن أهم حاجة أن طالما أنت ناوي على الحق واليقين وذكر ربنا سبحانه وتعالى، ما من إنسان أخلص لله وكان على يقين من الوصول إلى الحق وصبر إلا وكان قوله هو الذي يرجع إليه في المسألة. طيب، اقترن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان، ودي كلها أمور أنا يعني أتركها لكم تبقوا تقرأوها في المذكرة. لكن تعالوا شوفوا بقى الحتة اللي محتاجة إيه تصحصحوا معايا الله يبارك فيكم عشان أعرف أوصل لكم المعلومة. الشيخ الهروي أبو إسماعيل الأنصاري صاحب كتاب إيه؟ منازل السائرين، بيتكلم في منازل السائرين فذكر الصبر، فبيقول إيه؟ الصبر حبس النفس على المكروه وعقل اللسان عن الشكوى، وهو من أصعب المنازل على العامة وأوحشها في طريق المحبة وأنكرها في طريق التوحيد. أنا عارف إن كلامه كله طلاسة، بس ارجعوا كده اللي احنا قلناه في الأول. هم عندهم بيقسموا طريق السالكين لثلاث طبقات أو ثلاث درجات. الدرجة الأولى مين؟ طريق العابدين، والثاني طريق المريدين، والثالث طريق العارفين. فهو مقسمها بالعامة والخاصة خاصة الخاصة. فبيتكلم على الصبر حبس النفس على المكروه. المكروه ده والعقل اللسان عن الشكوى، وهو من أصعب المنازل على العامة. العامة اللي هم طريقهم طريق العابدين اللي ماشيين في توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية، لا العامة اللي هو توحيد العبادة والطاعة والالتزام بالأحكام كده. وأوحشها في طريق المحبة. طريق المحبة طريق العابدين ولا المريدين؟ طب تعالى بقى للطريق الثالث بتاع العارفين. بقول وأنكرها في طريق التوحيد. بقول الصبر منكر في طريق التوحيد. بقى ده كلام يعني واحد يحارب الجهمية ويقول الصبر منكر في طريق التوحيد؟ إزاي يعني الصبر منكر؟ أفهمها إزاي دي؟ طبعا العبارة دي لو ما حدش فاهم طريق النظام الصوفي في حكاية طريق العابدين والمريدين والعارفين مش ممكن هيفهم كلام ابن القيم ولا كلام الهروي خالص. ليه؟ لأن هو هنا
بيتكلم هتلاقي كده في كل منزل المنازل يتكلم فيقول لك في طريق للعابدين العامه وطريق للمريدين طريق المحبه. فانت فهمت من ذكري لكلمه المحبه ان هو يقصد مين؟ ها؟ العابدين ولا المريدين؟ المريدين. أقول وأنكرها في طريق التوحيد، إزاي يكون الصبر منكر في طريق التوحيد؟ عند طريق العارفين. شوفوا بقى هو بيقول إيه؟ إيه السبب في إن يقول الكلام ده؟ هو نفسه بيعلم بيقول صعوبة الصبر على العامة، بيقول لك أصل العامي عابد مبتدئ في الطريق، ليس له تدريب في السلوك ولا تهذيب ولا تجربة ولا تعود على منازل العبودية، فإن أصابته المحن أدركه الجزع. فاكرين أول ما دخل على روعة قالوا له ليس بصادق في دعواه ها؟ من لم يصبر على دعم ضرب مولاه. فقالت لهم الكلام ده ما ينفعش، ده كلام الناس اللي لسه إيه صغيرين كده في العامة. والتاني قال ليس بصادق في دعواه من لم يشكر على ضرب مولاه، فجعل الصبر والشكر يعني ادي لي كمان أنا مبسوط كده. التالت قال ليس بصادق في دعواه من لم يتلذذ اللي هو طريق المحبة بضرب مولاه، فقالت ينبغي أن يكون أفضل من هذا. قالت طب قولي أنت بقى طالما كل الكلام مش عاجبك. قالت ليس بصادق في دعواه من لم ينسى الضرب في مشاهدة مولاه، يعني مش حاسة بنفسها ولا حاسة بأي حاجة، لأن بس هي مع إرادة الله الكونية، مش حاسة بنفسها، ده ربنا هو اللي بيسيرها يمين وشمال. أخي بالك إزاي؟ نفس الفكر ونفس الكلام بتاع ربعة، عشان تعرفوا إن السلك واحد. ما تقوليش لا ده ربعه ده كلامها كويس او كلام مش عارف مين، لا هم كلهم شبه بعض. بقول لك ليس له تدريب، فان اصابته المحن ادركه الجزع وصعب عليه احتمال البلاء وعز عليه وجدان الصبر. وكذلك العمي ليس من المريدين اهل المحبه حتى يلتز بالبلاء في رضا محبوبه. يعني قال لك الصبر ده معناه ايه؟ عايز قوه تحمل ومشقه، وقوه التحمل والمشقه هنا ان هو يصبر على اداء الطاعه وفعل عدم فعل المحرم وعدم الجزع، وده بيسميه صبر مين؟ العم. طب وصبر المريد؟ يقول لك صبر المريد ان يتلذذ بالمرض، ودي حاجه تنافر الطبع. ازاي يتلذذ بالمرض يعني؟ يقول لك اهو ان لو هو حتى ما هوش من العامه وفرضنا هم المريدين فبرضه الصبر تقيل على المريدين. ليه؟ لان الصبر معناه ان هيتالم، وطريق المريدين ان هو يتلذذ بالصبر. اخي بالك ازاي؟ فبقول لك اهو وكذلك العمي ليس من المريدين اهل المحبه برضه حتى يلتز بالبلاء في رضا محبوبه. طيب بقول لك الصبر وحشه في طريق الايه؟ المحبه. يعني بقول لك العمي معلش العمي بقول لك لا هو مريد عشان يتلذذ بالصبر، ولا هو عود نفسه علشان يصبر الصبر اللي هو يعينه على ان يتمسك باداء الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك الايه المكروهات. يقول لك صعب على العم والمريد. العم برضه ما هوش مريد، ده لسه ما وصلش لدرجه الاراده. تعالى بقى بقول لك وكون الصبر عنده وحشه في طريق المحبه بانها تقتضي التزاز المحب بامتحان محبوبه. يعني المحب لو كان هو مريد يعني في طريق المريدين يبقى لازم يتلذذ بايه؟ بالمرض والألم والبلاوي. أخبرك إزاي؟ أقول لك لازم يتلذذ بكده. والمفترض هو بيقول إن المفترض إن الصبر يقتضي كراهة ذلك. أخبرك إزاي؟ يعني طالما في ألم فالصبر معناه إنني بتحمل المشقة، هو المفروض إن يتلذذ بيه. فعشان كده بقول لك ده وحشة في طريق المحبة. لو جه الصبر يبقى وحشة في طريق المحبة. ليه؟ لأن الشخص المفترض إن ما يصبرش في الحالة ديت بل يتلذذ بما أصيب. زي ما ليس بصادق في دعواه من لم يتلذذ بضرب مولاه. يعني ربنا يبتلي الواحد بالمرض ويقول له كذا وكذا ولا يسأل الله العافية. لأن لو سأل الله العافية يبقى معنى كده إن ما هوش إيه؟ ما هوش صابر. شوفوا إزاي. طب بقى دي فهمناها في طريق العامة وطريق المريدين، نفهمها في طريق العارفين إزاي؟ اسمع. واما كون الصبر عنده انكر الاشياء في طريق التوحيد فالهروي بيعلل الكلام ده يقول ايه؟ بيقول لي ان الصبر فيه قوه الدعوه. قوه الدعوه يعني ايه؟ يعني لما يكون واحد صابر بقى بيتلذذ ومش همه مهما تعمل فيه، ده هو ناسي نفسه خالص. ليس بصادق في دعواه من لم ينسى الضرب ايه؟ في مشاهده. ان هو بيقول لك انا الكلام ده ولا اي حاجه،
فده معناه بقول لك انا عندي قوه صبر استطعت بها ان اتجاوز المراحل دي كلها، فاثبتت الصبر، اثبتت نفسي واثبتت حولي وقوتي لانني ادعيت انني ايه صابر. فهمت قصده؟ فبقول اهو لان الصبر يدعي بحالي قوه الثبات، وذلك ادعاء منه لنفسه بانه ذو قوه عظيمه، وهذه مصادمه لتجريد التوحيد، اذ ليس لاحد قوه البته بل القوه لله جميعا. ايه رايكم في الكلام ده؟ يقول لك انا يعني طالما شفت نفسي صابر والكلام ده ما اثرش فيها لا مرض ولا طاعه ولا شيء من هذا القبيل، الكلام ده كله عندي بسيط جدا، ده انا صابر على اللي يعملوا فيا واشد، لدرجه انني نسيت نفسي ونسيت المرض ونسيت الالم. فبقول لك اللي يقول كده معناها ان يقول انا صابر اهو، انني قوي، فذكر نفسه وذكر صبره ولم يذكر الله عز وجل. انتوا عارفين ده عامل زي ايه؟ زي ما ابن عربي كان بيقول دع الذكر والتسبيح ان كنت عاشقا فليس يديم الذكر الا المنافق، او زي ما قال الا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، فذكر الله اكبر كل فبقولها فذكر الله ايه تاني بقول ايه بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، وترك الذكر افضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب. يقول لك هو انا نسيته اصلا عشان اذكره؟ ده اللي بيذكره ده كذاب ونصاب، ده غافل عنه وجاي قايم قال ايه ياذن، قال ايه يعني جاي يصلي، طب وانت كنت فين؟ ده المفترض ان يكون قلبك كله في صلاه، وكل لحظه بتمر عليك تذكر فيها الله، فهدم الذكر باسم الذكر. ده اللي بيشير اليه بالظبط الشيخ الهروي، بيقول لك الصبر ده وحشه او منكر في طريق التوحيد. شوف ازاي؟ يقول لك ليه؟ لان انت شفت نفسك صابر، والمفترض ما تشوفش الا ربنا بس، عشان ده فناء عن شهود الايه؟ السوى، او فناء عن وجود السوى. فاكرين الفناء؟ شفتوا بقى الكلام ده؟ السبب اللي قال لك ايه؟ ان من انكر المنكر الصبر، الصبر في طريق التوحيد. ايعقل هذا الكلام؟ شوفوا ابن القيم بقى بيقول ايه؟ عقب بعباره جميله قوي. ابن القيم بيقول المنكر الحقيقي هو الكلام اللي قاله الهروي. مش بقى الصبر منكر في طريق التوحيد؟ قال لا، المنكر الحقيقي والكلام اللي فيه منكر فعلا هو الكلام بتاع مين؟ الهروي. يبقى هو بيشرح منازل السائرين لما يقول ده الكلام بتاعك هو ده المنكر بعينه، خد بالك ازاي؟ شفت ازاي؟ فبقول بل الصبر من اكد المنازل، اي اوكدها واشدها تاكيدا في طريق المحبه، والزمها للمحبين، وهم أحوج إلى منزلتي من كل منزلة، وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد، وخصوصا صبر العامة اللي بيتكلم عنه، وحاجة المحب إليه ضرورة. فإن قيل كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورة مع منافاة الصبر لكمال المحبة؟ فإنه لا يكون إلا مع منازعة النفس لمراد محبوبه. يعني إيه؟ إن ربنا أراد أن يبتليك مثلا بمرض، نسأل الله العافية، فكون الشخص تعبان من الألم وقاعد بيدعي ربنا أن يغير له الألم ده، فيقول لك دي منازعة للنفس، مع أنه مراد المحبوب اللي أنت بتحبه أن يبتليك. طبعا ده سببه أنهم لا يفرقون في المراد بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قيل ابن القيم هذه هي النكتة التي لأجلها كان من آكد المنازل في طريق المحبة. بقول السبب كده أن ربنا سبحانه وتعالى، شوفوا يا أخوان، بيقول ربنا أراد أن يبتلي العباد ليعلم صحيح المحبة من فاسدها أو معلولها، وصادقها من كاذبها، فإنه بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة المحبة، فيبتلي العبد هيصبر ولا مش هيصبر، فإنه بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة المحبة. ومنها هنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة، لأنهم كلهم ادعوا المحبة، كل واحد بيقول أنا بحب ربنا، فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة وعصوا رب العزة والجلال. الكل بيقول أنا بحب ربنا، فلو كان كل بيدهولنا شيء يسعد النفس، مال وصحة وجاه ورياسة وما شابه ذلك، أخي بالك إزاي؟ هيقول لك أنا بحب ربنا طالما إيه الحكاية حلوة أو كده. إنما ساعة المرض يظهر المحب الحقيقي اللي هو يصبر على محبوبه وإن كرهت النفس
الألم اللي بيحصل له. فحين امتحناهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة ولم يثبت معه إلا الصابرون. فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بسبب الصبر لما ثبتت صحة محبتهم. وقد تبين بذلك إن أعظم الناس محبة أشدهم إيه؟ صبرا على البلاء. وربنا وصف خاصة الأولياء، ده الرد بقى الجازم، الصبر مدح به الأنبياء. فهل كان الصبر وحشة في طريق التوحيد ومنكر في طريق التوحيد؟ قال عن خاصة أوليائه عن حبيبي أيوب: إنا وجدناه إيه؟ ثم أثنى عليه: إنا وجدناه نعم العبد إنه أواب. وأمر أحب الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر، أن يصبر لحكمه: واصبر وما صبرك إلا بالله. وأثنى على الصابرين وأحسن الثناء وضمن لهم أعظم الأجر والجزاء. وشفتوا اللي فات كله يدل على إن الصبر مش ممكن، إن الصبر يناقض المحبة، زي ما هم بيقولوا إن المحب حيتلذذ بمراد محبوبه، هم بيقولوا كده في طريق المريدين، المحب بيتلذذ بالإيه؟ بمراد محبوب، ومراد محبوب إن هو يجيب له مرض، فيقول لك أنا مبسوط بالمرض ومبسوط بكذا. الكلام ده بينافي الفطرة وبينافي كل حاجة. يقول لك لا، الصبر والمحبة لا يتناقضان بل يتواخيان ويتصاحبان، دين مع بعض. المحب صبور، بل علة الصبر اللي بتناقض المحبة والتوحيد أن يكون صبره لغير الله، يعني بيصبر لغرض، زي واحد صابر على بلاء عشان ياخد وظيفة، وصابر على إني ما يقولش كلمة الحق عشان خاطر إن فلان ده يعينه وزير ولا حاجة، وصابر على إن ما يقفش في موقف يصدع فيه بكتاب الله وبسنة رسوله أصل يقول الشيخ فلان ما كانش يعرف. أخذ بالك إزاي؟ ده صبر لغير الله. إنما الصبر الله عز وجل سيقتضي أن تصدع بالحق وتحبه، الاثنين مع بعض، ولن يتناقض الصبر مع الايه؟ مع المحبة. فبيقول بقى ايه؟ ازاي نقول ان الصبر وحشة ومنكر في طريق التوحيد في من رأى صبره بالله وصبره، او صبره، بقول في من رأى صبره بالله وصبره لله وصبره مع الله، ثلاثة اللي قلناه: عبادة وتوحيد العبادة واستعانة بالله في إتمام العبادة، اللي هو الصبر مع الله والصبر لله والصبر بالله اللي قلناه في الأول. ومن شاهد أن صبره بالله تعالى لا بنفسه إنما صبره الحق سبحانه وتعالى، فهذا لا تلحق محبته وحشة ولا يلحق توحيده نكارة، ويكفي هذا فيما يتعلق بالإيه؟ بالصبر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نصبر بالله ولله ومع الله. واضح الكلام عن الصبر؟ طبعا ما فيش واحد هيقول لي أنا يعني صابر مع الله عز وجل وصابر لله عز وجل وصابر بالله عز وجل وهو قائم على المنكر، مش كده؟ ما فيش فيه اي عمل من اعمال الايمان في البدن. يقول لك ده راجل من الصابرين، اخد بالك ازاي؟ يقول لك اصل ممكن الواحد يبقى في قلبه ايمان وما فيش اي عمل في البدن على الاطلاق، طب تيجي ازاي دي؟ تتفهم ازاي؟ انتوا فاهمين يا اخوانا؟ يعني يستحيل فك التلازم في الايمان بين ان واحد يقول لك ده بقول لا اله الا الله خلاص بقى مؤمن كامل الايمان، أو مؤمن وحيطه ويخرج من النيران. الحكاية محتاجة إلى أنك تنظر إلى بقية الأحكام نظرة كلية، وإن شاء الله سيأتي التفصيل. نيجي بقى للأمر الثاني، التوكل على الله عز وجل من أعمال القلوب الواجبة على المقتصدين والسابقين، ده في التوكل. التوكل نصف الدين، احنا قلنا الصبر نص الدين نص الإيمان، والشكر هي نص الثاني، لكن هنا بيقول لك التوكل نصف الدين. طب والنص الثاني؟ قال الإنابة.
الإنابة إلى الله عز وجل. الإنابة يعني التوكل نص والإنابة نص. إزاي يعني نفهمها؟ الدين عبارة عن إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد إنابة، وإياك نستعين توكل. يبقى التوكل هنا إيه؟ نص الدين. أنت لو أنبت إلى ربك، رجعت إليه، عبدته، وحدته، واستعنت به، يبقى توكلت عليه. الإنابة هي العباد، التوكل الاستعانة. بقول لك التوكل منزلته أوسع المنازل وأجمعها. ليه بقى التوكل؟ خلي بالك بقى، والله كلام من القيم حكم. الواحد بيستمتع صراحة هو قاعد بيلخص لكم المحاضرة من كتابه مدارج السالكين ومن غيره، لكن احنا بنتكلم على مدارج السالكين لأن هو ده اللي عايز يتكلم عن توحيد العبادة فعلا. لازم لو عايز تتوسع يبقى ارجع لمدارج السالكين، بس بعد ما تدرس المحاضرات دي، لان عشان تفك لك الايه الاشياء اللي موجوده داخل الكتاب، لانه صعب. ولذلك انا بستغرب يعني اخواننا اللي كانوا بيشرحوا كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد عبد الوهاب. كتاب التوحيد كتاب جميل ورائع، بس الشيخ محمد كتبه عشان واقع كان عايشه. شرك منتشر في كل مكان، فمجرد ما يقول لهم بس قال لو قال الرسول يبقى ده شاذ. وكتاب صغير بسيط، إخواننا شرحوه واتكلموا عنه بأكثر من شرح، وبعض الناس بدأ يشرح فيه لمدة 20 سنة. أنا مش عارف بس 20 سنة في كتاب التوحيد بيشرح إيه. هو كتاب التوحيد كله على بعضه ما يجيش أسبوعين أو 3-4 أسابيع ويخلص. إنما اللي محتاج إن تشرحه فعلا وتتكلم فيه كتاب زي إيه؟ مدارج السالكين. لكن نظرا لصعوبة المدارج، ابن القيم بقول لك أسلوبه فيه بيخاطب ناس بيتكلموا في وحدة الوجود، في الحلول والاتحاد. بيتكلم على الشيخ الهروي اللي بيعتبر يقول لك الصبر من أنكر المنكر في طريق التوحيد، فده ازاي ترد عليه وازاي تفهم كلامه وازاي توضح المعاني اللي ورد في الكتاب والسنة بمقامات الدين الخالصة اللي مبنية على التوحيد الخالص كده، يطلع من القلب وتشعر بيه وتتلذذ بيه. ولذلك هنقول لإخواننا بعد كده أما تيجي تتكلم في هذه المسائل حاول تتوسع من مدارج السالكين، هتلاقي كلام جميل جدا. فهو بيتكلم على التوكل، نرجع للتوكل على الله عز وجل. بقول لك التوكل أوسع المنازل. يعني أوسع المنازل؟ لا يزال معمور بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم. هو قصده إيه؟ بقول التوكل ده استعانة. فيه واحد، خليكوا وياي، سواء كان مسلم أو غير مسلم، يستغنى عن ربنا؟ رد يا أخوانا. يعني إحنا محتاجين ربنا غصب عننا، سواء كان الشخص مسلم أو غير مسلم، مؤمن أو كافر، يبقى لازم يستعين بالله عز وجل، لان ده غصب عنه. ما هو ما فيش خالق غيره وما فيش واحد بيهيئ الاسباب غيره، اخد بالك ازاي؟ يبقى دلوقتي ممكن تجد كل الخلائق بترجع في الاستعانه والتوكل على مين؟ على الله عز وجل. ده اسمه توكل متعلق بتوحيد الربوبيه، احسن، مش بتوحيد الالوهيه. واضحه النقطه دي؟ يعني ابن القيم بيقول لك ايه؟ عموم التوكل كثرة حوائج العالمين. بيقول لك السبب ان منزلة التوكل على الله عز وجل واسعة تاخد الناس كلها. ليه؟ لان بيقول لك كل الناس، حوائج العالمين، عموم التوكل واقع من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم، أهل السماوات والأرض، المكلفون وغير المكلفين في مقام التوكل. وإن تباين متعلق التوكل أولياء الله وخاصته يتوكلون عليهم في ماذا؟ يبقى اللي حيبين لك حقيقة التوكل متعلق التوكل. أنت توكل عليه في إيه؟ فالحرامي بيتوكل عليه عشان يقول لك إيه، خلصني المهمة دي. لكن المؤمن حيتوكل عليه في إيه؟ إن يعينه على طاعته.
في حصول ما عليه في الإيمان، في نصرة دينه، في إعلاء كلمة الله، في جهاد الأعداء، في تنفيذ محاب الله وأوامره. هذا هو التوكل الحقيقي اللي فيه ثمرة القلب. يعني أنا بتوكل على الله في إيه؟ توكل معناه اعتماد على الغير، فأنا بعتمد على الله عز وجل في اللي هيحدد لي هنا وهيخصص لي الأمر الكوني ولا الأمر الشرعي؟ ردوا يا أخواني. طب لو واحد توكل على الله في الأمر الكوني، ده مش معناه أنه يكون مسلم، لأن الأمر الكوني نافذ في المؤمنين وفين؟ في الكافرين. الكافر والمؤمن بإرادة الله الكوني. أو زي الحرمة اللي بتقول يا رب ما يكتبش عليها الحجاب، فهي بتستعين بالله على معصيته. أخي بالك إزاي؟ شفت إزاي؟ سبحان الله. لكن أهل الإيمان وأهل التوحيد يتوكلون على الله عز وجل بطلب إرادته الكونية لتحقيق إرادته الشرعية، وده الفرق. ولذلك يقول لك دون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله فارغا عن الناس. وأقل منهم أو في واحد تاني يتوكل عليه لينال الرزق أو العافية أو النصر أو الزوجة، يقعد يدعي ربنا أن يجوزني بنت فلان أو بنت فلان. أخي بالك إزاي؟ ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الفواحش والإثم. فيه كتير قل أنا بس لو ربنا يمكنني من العملة الفلانية وتلاقيها منكر. أخي بالك إزاي؟ فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه، بل قد تكون أو قد يكون توكلهم على الله عز وجل أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات. يعني أهل الإسلام والموحدين منهم، أهل التوحيد أقصد، المتمسكين بالتوحيد وفاهمين، توكلهم على الله في أداء الطاعات أقل، ممكن تكون أقل من توكل أصحاب المعاصي على إيه؟ طلب المعصية. ولذلك تلاقي إيه؟ الواحد منهم ممكن يلقي نفسه في المهالك والمتالف، بيقول لك معتمد على إن ربنا هيسلم العملية دي، يقول لك ربنا هيعدها لي. أخي بالك إزاي؟ يقول لك العملة دي وخلاص، نخلص البنك الفلاني وبعد كده توب وربنا يعدها لي. شوف إزاي. تفضل أخي حمد. بسم الله. فيه عبارة جميلة لابن القيم كده بيقول فيها إيه؟ وأفضل التوكل هو التوكل في الواجب، ويعني بالواجب واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس. يعني لما كانت منزلة التوكل على الله عز وجل هي من باب الاستعانة بالله تبارك وتعالى واعتماد القلب على الله، فبقول إن اعتماد القلب على الله واسع، كل الخلائق يحتاجون إلى ربهم ويعتمدون عليه في طلب أرزاقهم وغير ذلك، فعلى حسب متعلق الإيه؟ التوكل. فبقول أفضل التوكل بقى التوكل الواجب اللي هو واجب على الإنسان أن يحققه في واجب الحق وهو توحيد العبادة لله، وواجب الخلق في أداء حقوقهم، وواجب النفس في إن الإنسان يقوم بما يجب عليه. ثم يقول العبارة دي اللي أنا عايز أتكلم عنها عشان ممكن تشكل عليكم، وأوسعه وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينية، وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله. وللتوكل أنفع التوكل وأوسع التوكل في التأثير في الخارج. الخارج دي معناها إيه؟ أنا قلت لكم مصطلح الخارج أحيانا يستخدموه، لو أنتم فاكرين من زمان في دورة أصول العقيد، المقصود بذلك خارج الذهن، إنه هو أصل التوكل في القلب. أقول لك لما يكون التوكل التأثير في الخارج أي في خارج الذهن هيبقى في الواقع، خارج هنا معنى الواقع، تأثير في الأسباب. فابن القيم بدل ما يقول الواقع جاب كلمة إيه؟ الخارج، فزاد الأمور غموضا.
يعني انت عشان تفهم كلمه الخارج يبقى لازم يكون فخدت المصطلح في دوره اصول العقيده قبل كده. المقصود بالخارج خارج الذهن، خد بالك ازاي. فبقول لك في مصلحه دينيه او في دفع مفسده دينيه، يعني يقصد بذلك الاخذ بالاسباب لما يكون انفع التوكل فيه بقى، انك انت تاخذ بالاسباب لدفع مصلحه، لقلب مصلحه او دفع مضره في دين الله عز وجل. انتوا معايا يا اخوانا؟ يبقى في هذه الحاله الشخص لما يعتمد على الله فيستعين به في الاخذ بالاسباب لاداء طاعته، هو ده انفع التوكل. دي العباره اللي عايز اقولها منكم، فهمتوها ولا ها؟ رد علي. ما فهمتوش؟ في اخ بيقولوا احنا ما فهمناش. كلمه التاثير في الخارج اوسع التوكل وانفع التوكل في التاثير في الخارج في مصلحه دينيه. يعني ايه التاثير في الخارج في مصلحه دينيه؟ كلمه الخارج كاصطلاح بيطلق على ما كان خارج الذهن. اقول لك ليس له وجود في الخارج، ليس له وجود في الاعيان، وانما له وجود في الاذهان. انتوا فاكرين العباره دي اللي قلناها في اصول العقيده؟ اقول لك هذا الامر ليس له وجود في الاذهان، في الاعيان، له وجود فين؟ في الاذهان. يعني ممكن الذهن يتصور شيء ملوش واقع. هو كان ابن تيميه ساعتها بيتكلم، او العبارات اللي احنا بنتكلم عنها، لما يكون اللفظ مجرد عن الاضافه لا الى خالق ولا الى مخلوق، فده ملوش وجود. انتوا معايا ازاي؟ زي ما قلنا مثلا طائر كبير وفيل كبير، كلمه كبير لوحدها كده حد بيقولها؟ ما بتتقالش لوحدها، لازم تقولها مقيده او مضافه. مين اللي كبير؟ تقول لها كلمه وخلاص. اقول لك الكلمه وخلاص ديت دي اسمها لفظ مجرد، والالفاظ المجرده ديت المقطوعه عن الاضافه اللي ما فهمش منها حاجه دي ملهاش وجود في الواقع او في الخارج، لها وجود فين؟ في الاذهان. فكلمه الخارج ده اصطلاح عندهم، يعني الواقع خارج الذهن يعني. فابن القيم استخدمه هنا. ما هو لو كان قال الواقع وخلاص او في الاسباب كان استريحنا من المساله، لكن هو قالها كده. فاللي هيجي يقراها هيشعر بتعقيد فيه. لا، هي هو يقصد بالخارج هنا الاسباب الخارجيه الظاهريه الانسان بياخد بها. فاستعانة الانسان بالله في دفع مفسدة أو في قلب مصلحة هو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل ورثتهم من أتباعهم. ثم الناس بعد ذلك في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، فمن متوكل على الله في حصول الملك، ومن متوكل على الله عز وجل في رغيف حصول رغيف الخبز. كان ابن القيم عايش معانا صحيح، وهو كاتبها كده. والمتوكل على الله فين؟ في حصول الملك، ومتوكل على الله برضه في رغيف الخبز. ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا مرضيا يبقى له العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه. فاهمين يا اخوانا؟ يعني كل واحد بيتوكل، فأنت على حسب ما تطلب من ربك في التوكل عليه وتستعين به في إيه؟ فإن كان شيء شرعي يوافق الإرادة الشرعية يبقى النتيجة محمودة وهتحصل على اللي أنت عايزه، وإن كانت النتيجة ماهيش محمودة أو مسخوطة يبقى عليك العاقبة والمضرة ستلحق بمن أساء، زي ما ربنا قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. حقيقة التوكل على الله مع درجاته وأركانه التي لا يتم إلا بها. توكل عمل من أعمال القلوب، عمل قلبي، ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح، ولا هو من باب العلوم والإدراكات. يعني هل التوكل علم؟ لا، التوكل عمل، بس عمل إيه؟ عمل قلبي، خلي بالك. فاحنا بنقول المتوكل لازم يعتمد بقلبه، فإن كان القلب سيعتمد على ربه يبقى لازم القلب يفرغ الاعتماد على الأسباب في قلبه. خليك وياي، يعني احنا عندنا قلب وجوارح. القلب لابد أن يعتمد على مين؟ على الله تبارك وتعالى. يبقى تفرغ من الأسباب تماما داخل القلب، وتتعلق بالأسباب تماما في الجوارح. يعني اللي هيبارش اللي هيباشر العمل في الظاهر، القلب ولا الجوارح؟
الجوارح. يبقى في الداخل القلب متعلق بالله عز وجل في توحيد الربوبية أنه هو الرب الخالق المدبر اللي خالق الأسباب. وفي البدن البدن والجوارح متعلقة بإيه؟ بمباشرة الإيه؟ الأسباب. ما ينفعش أن أنت تخلي الاثنين أو تخلي كل واحد منهم بعيد عن الأسباب، أو تقول أن الجوارح الأخرى هتعتمد على الله تبارك وتعالى. الاعتماد في الأصل هيبقى فين؟ في القلب. ولذلك قال التوكل عمل قلبي وما هوش معرفة، يعني مش علم. أصبحت أنك علمك بأن الله عز وجل هو الذي يخلق الأشياء. التوكل هل هو علمي بأن الله يخلق الأشياء؟ ده ما هوش عمل، ده علم. صحيح ده علم موجود، بس مش هو ده التوكل. التوكل أن القلب نفسه إيه؟ يعتمد على الله عز وجل، يعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأسباب التي يباشرها، فيباشرها ببدنه وقلبه معتمد على معتمد على ايه؟ على الله عز وجل، على ربه. انما ان هو يقول لك لا، اصل خلي بالكم دلوقتي، في واحد هيقول لك انا بقلبي وجوارحي ساعتمد على الاسباب، هيبقى شرك. واحد بيقول لك انا بقلبي وجوارحي ساترك الاسباب تحقيقا لمراد الله الكون، هيبقى اسمه تواكل وشحاته ومد ايد، وزي ما الصوفية بيعملوا كده في الخلوات، اخد بالك ازاي. انما المنهج الوسط ان القلب يعتمد على ايه؟ فافرغ قلبي من طلب الاعتماد على الاسباب، هو بس اعتماد على الله حق سبحانه وتعالى، واجعل الجوارح تباشر الايه؟ الاسباب. وده حيبلنا يعني. ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول هو علم القلب بكفاية الرب للعبد، ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب، فيجعل التوكل انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف يشاء، وهو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار. يعني يقول لك أنا ماشي مع، أنا مش هعمل أي حاجة خالص، أنا قاعد بستنى قدري، فأني ماشي مع إرادة ربنا أنهيه الكونية، مش الإرادة الشرعية، لا الإرادة الكونية. فده معنى الاسترسال مع مجاري الأقدار، يعني أنا ماشي زي ما ربنا بيوجهني، يعني قدر. أنتوا فاكرين اللي يقول أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركوني، فقال إيه؟ لا يقول هذا إلا صديق أو زنديق. سهل لما سئل ما تقول في من قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركوني، يعني أنا ماشي على مراد الله. فإن كان يعني الكوني يبقى صديق، يبقى زنديق، وان كان يعني الشرع يبقى ايه؟ ها؟ صديق. لان اقصد بالكون يقول لك انا ماشي مع مراد الله، ما هو ممكن يعصي الله ويفعل الفحشاء ويكفر بالله ويقول لك ده مراد ربنا، يعني هو اللي خلاني. اللي بيقتل ويسرق وتقول له يحتج لك بالقدر على معصيته، بخلاف من اطاع رب العزه والجلال وقال هذه اراده الله الشرعيه. اللي بيتمسك، معلش، اللي بيتمسك باراده الله الشرعيه وهو ايضا يوافق اراده الله الكونيه. ولذلك قلنا الاراده الكونيه والشرعيه تجتمعان في المؤمن وتفترقان فين؟ في الكافر. فابن القيم بيقول التوكل على الله عز وجل توكل حال مركب من عده امور لا يمكن ان يصدق في توكله الا به. مجموعه امور مع بعض لازم يكونوا مع بعض، ولازم تشترك فيها أعضاء البدن. أول حاجة إن الشخص يعرف ربه ويعرف أوصاف الرب سبحانه وتعالى من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدوره عن مشيئتها، عن مشيئته وقدرته. ركزوا معايا كده، إحنا أخذنا في دورة منة القدير مراتب الايه؟ القدر، ودرسناها كويس. مراتب القدر علم وكتابة ومشيئة وخلق، ودي لها لوازم، علم التقدير، قدرة، أشياء كثيرة اتكلمنا عنها. فكونك تؤمن بأن الأمور تكون بمراتب القضاء والقدر، يبقى لازم تؤمن قبلها بأسماء الله وصفاته. فهو القدير الموصوف بالقدرة، فلأنه موصوف بالقدرة خلق الأشياء، لأن العجز ما بيخلقش. واضح يا إخوانا النقطة دي؟ فحترد الأمور في قضية الإيمان بالقضاء والقدر إلى باب الأسماء والصفات.
باب الإيمان بالقدرة وباب الإيمان بالحكمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. فكون الشخص يفهم توحيد الأسماء والصفات ويفهم أن أفعال الله عز وجل صادرة عن كماله وعن أسمائه وعن صفاته، دي أول ركن في التوكل أو الأمر اللي لا يتم التوكل إلا به. ولذلك ابن القيم بيقول لك إيه، كلمة جميلة جدا أعجبتني، بيقول لك ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور، مش ممكن هتلاقي واحد فيلسوف أو من القدرية النفاه القائلين بأنه يكون في ملك ما لا يشاء، لا يستقيم التوكل أيضا من الجهمية نفاة الصفات، ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات اللي هم أهل السنة، لأن هم أصلا الفلاسفة والمتكلمون والجهمية والمعتزلة لا يثبتون أوصاف الحق سبحانه وتعالى. فطالما ما أثبتش أوصاف ربنا يبقى أنت هتعتمد عليه في إيه؟ أخي بالك إزاي؟ إذا كنت تقول لواحد أنت مالكش صفة عندي، ها؟ هتروح تقول له اديلي فلوس؟ أنت يعني دلوقتي خليك بالله عليك كده، لك ده ولا له أي صفة، مالوش وزن، مالوش قيمة عندك، ولا تؤمن بصفة له أو بتأسير، يبقى أنت هتتوكل عليه في إيه؟ فهمت يا أخواني؟ كذلك الجهمية والمعتزلة القدرية وكذلك الفلاسفة اللي بينفوا أوصاف الحق سبحانه وتعالى، ابن القيم بيقول لك مش ممكن تتصور إن في واحد منهم متوكل على الله عز وجل، إنما هم يأخذون بأسباب محضة، لأنهم أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة رب العزة والجلال وعن قدرته. اتفهم النقطة دي يا أخوانا؟ شايفين الفهم؟ فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم السفلية والعلوية، اللي هم الفلاسفة، يقصد الفلاسفة، فلاسفة يقول ربنا ما يعرفش حاجة ولا يعلم شيء عن إيه العالم فيما يدبره، هو خلق وانعزل فالكواكب هي اللي بتدبر الأمور دي، فهم لا يتوكلون على الله وإنما يتوكلون على الإيه؟ على الأبراج والكواكب، بيقول لك البرج الفلاني كذا والبرج الفلاني كذا، وينظرون إلى النجوم والأشياء اللي بيتكلموا فيها الجماعة دول. بيقول لك أي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفلي وعلوي، ولا هو فاعل باختياره، ولا له إرادة ومشيئة، ولا يقوم به صفة زي المعتزلة. فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوى، ولذلك لن يتوكل على الله إلا أهل التوحيد الذين يثبتون أسماء الله وإيه وصفاته. شفتوا بقى إزاي يا أخوانا؟ دي مهمة جدا. فاللي ما عندوش معرفة في توحيد الأسماء والصفات أنت هتتوقع منه. ولذلك المتكلمين هؤلاء المتكلمون لما تيجي تكلمهم في حاجات لها لوازم مبنية على إثبات الصفات يفروا منها، زي إثبات الاستواء، يقول لك إثبات الاستواء تشبيه، وانت بس ضيعت حكاية إثبات صفة لله عز وجل، ده إثبات الاستواء لازم أن يكون ملك، والملك له تدبير كوني وله تدبير شرعي، وانت لما تتكلم عن هذه المعاني الجميلة الرائعة الناس هتفهم كتير، فلما تلغي الكلام عن استواء الله وتقول لا هو استولى وبس، ستلغي إن الملك المنفرد بالملك سبحانه وتعالى يجب أن تتوكل عليه وحده لأنه لا ملك غيره. تخبرك إزاي؟ يعني معاني كتير ستتعطل بسبب الفهم السيء، فهم الجهمية وفهم الفلسفة العقلية البغيضة. تاني أمر من أمور التوكل الضرورية يا أخوانا الأخذ بالأسباب، لأن بعض الناس بيظن أن الاعتماد أو أقصد الأخذ بالأسباب بيقدح في التوكل، وأن نفي الأسباب هو تمام التوكل، يعني كل واحد يباشر الأسباب ويبحث عن رزقه ويمشي في الأرض ليأكل من مناكبها يقول لك إيه ده راجل مش متوكل على الله عز وجل. نقول لا، القدح في الأسباب يجعل التوكل باطل أو منقوصا، لا يستقيم توكل أبدا مع من نفى الأخذ بالأسباب، بل التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه، زي الدعاء بالظبط، الدعاء من ضمن أسباب حصول المطلوب. فإذا اعتقد العبد أن توكله لم يجعله الله عز وجل سببا يبقى زي بالظبط يقول لك الدعاء ملوش لازم، يقول لك أنا حد عليه ماذا كان هيحصل هيحصل،
زي اللي بيقولك أنا متوكل. ودي برضو في طائفة كثيرة من الدراويش والصوفية الجماعة اللي هم الهائمون على وجوههم يقولون نحن متوكلون، بل هم متواكلون أكالون لحقوق الآخرين عالة على المجتمع. ابن القيم كتب كلام جميل، يعني ربنا سبحانه وتعالى قضى بحصول الشيء عند حصول سببه، فالدعاء سبب في حصول المطلوب. برضو بقول لك والتوكل سبب، أنا بقول يا رب أعتمد عليك يا رب في أنك تحقق لي كذا، فيبقى ده دعاء ولا مش دعاء؟ من باب الأخذ بالسبب لتحقيق المطلوب. فلو قلت لا أنت التوكل على الله عز وجل سبب، فقلت لا أنا مش هاخد السبب من أصله وحسمي التوكل أنه ترك الأسباب، لا، هو نفسه التوكل يعتبر إيه؟ سبب من الأسباب. وهذا كما قضى بحصول الولد إذا جامع الرجل من يحبلها، فإذا لم يجامع لم يخلق الولد، وحصول الشبع إذا أكل، والري إذا شرب، فإذا لم يفعل لم يحدث لهذا ولا ذاك، والحج يحصل بوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق. لكن لو جلس في بيته ولكن هروح أحج، هذا شغل الصوفية، ولكن الشيخ النهاردة راح مكة ورجع، يعني حابله يمتى بعد ما يرجع من مكة؟ وهو شايفه المغرب، قال هيرجع امتى؟ هيرجع العشاء، يعني من المغرب العشاء يكون راح مكة وطاف ورجع وكل حاجة تمام. فده الجماعة يقول لك انت ايش فهمك انت في الناس دي؟ لا اله الا الله، هتسمعوا من ده كتير، بس اصبروا. بنتكلم عن الشرك وانواع الشرك والحاجات ديت، هنضرب لكم امثله كتير من هذا. لكن بقول لك من تمام التوكل عدم الركون الى الاسباب وقطع علاقة القلب بها، يعني الأسباب تبقى للبدن بس، إنما القلب ما تخلوش جوه. بمعنى إيه ما تخلوش جوه؟ يعني قلبك ما يتعلقش بالسبب، بحيث إن أنت تنظر إلى السبب على إنه له تأثير في خلق النتيجة. تأثيره بس في إيه؟ بالنسبة للأسباب اللي هو الأخذ بها تحقيقا لحكمة الله عز وجل. يعني يا اخوانا ده نعيد لكم معلومة تانية أنا بقولها في كل مرة، ودي تبقى مرجع لك عندما تتحدث في القضاء والقدر أو في أي باب. ربنا سبحانه وتعالى أظهر الأشياء خلقا بقدرته، ورتب الأسباب شرعا بحكمته، فأنت بين القدرة وبين الحكمة. تاني أنا ما أعرفش أقولها تاني. بقول ربنا سبحانه وتعالى أظهر الأشياء خلقا بإيه؟ بقدرته، فمن أسمائه القدير، فأثر اسم الله القدير حيظهر من خلال خلق الإيه؟ الأشياء، اللي هو توحيد الربوبية. ورتب الأسباب إظهارا لشرعه وحكمته، رتب الأسباب على أساس هو الخالق في كله، بس مش ممكن هتوصل للسبب ده إلا لما تاخد أو النتيجة دي إلا لما تاخد بالإيه؟ بالسبب. عشان إيه؟ عشان يظهر حكمة الحق، تظهر حكمة الحق سبحانه وتعالى، لأنه الحكيم. فهنا في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى من حكمته أنه أنعم على فلان وعذب فلان. ليه؟ يقول لك أصل حكمة ربنا، حكمته جت في إيه؟ في شرعه. فالحكمة هي الشريعة، الحكمة هي إيه؟ الشريعة، وتسمى السنة حكمة، على اعتبار إن ما فيش أفضل من كده بالنسبة لمصلحة العبد في أخذ الأسباب. فإذا أردت أن تأخذ بالأسباب يبقى تعمل بشرع الله تبارك وتعالى وتتمسك به وتأخذ بالأسباب. فجعل الأسباب إظهارا لحكمته، وخلق الأسباب إظهارا لقدرته. عيدة تاني الجملة الأخيرة هو أظهر الأسباب أو إيه؟ نقول هي اتقالت ما عرفش عيدها تاني. خلق، أنا أقولها تاني بأسلوب تاني بحيث أرتب فيها، وبعدين أنتوا بتسمعوها في المحاضرة يا جماعة وكده يعني، وموجود من ده كتير، يعني ربنا وفق في منة القدير فكتبناها في أكتر من موضع بالأسلوب ده، وأنت لو انطلقت منها هتشعر فعلا بفهم دقيق للتوحيد.
خلق الأشياء وخلق الأسباب إظهاراً لقدرته، ورتب الأشياء وفق هذه الأسباب إظهاراً لحكمته، إظهاراً لحكمته. فالحكمة اللي هي الشريعة، شرع أشياء. فدلوقتي عايز تروح الجنة، ها؟ اللي عايز يروح الجنة ياخد بإيه؟ بالأسباب اللي هي الرضا الشرعي. واحد عايز يروح النار هياخد بالأسباب المؤدية للنار. فإنما شرع الأسباب ورتبها على هذا النحو إظهاراً لحكمته سبحانه وتعالى. وتؤمن أيضاً بأنه خلقها إظهاراً لإيه؟ وأنها ستقع وفق قدرته سبحانه وتعالى، وفق اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. ولذلك تقول اللي هو كتب في اللوح المحفوظ ليه؟ ليظهر القدرة. طب خبى اللي في اللوح المحفوظ وأخفاه وكلفنا بالشرائع والأحكام، لا، إظهاراً لإيه؟ للحكمة. فلا بد أن تؤمن بالأمرين معاً. جعل هنا في إرادة كونية وفي إرادة شرعية. ليه في إرادة كونية؟ إظهارا لقدرته. وليه إرادة شرعية؟ إظهارا لحكمته. ليه في مشيئة والمشيئة لا تكون إلا كونية؟ ها؟ إظهارا لقدرته. وليه جعل محبة ولا تكون إلا شرعية؟ إظهارا لحكمته. فمحبة الله عز وجل يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلق الناس جميعا بمشيئته، فمشيئته عامة في الخلائق، وبقدرته خلق المؤمن والكافر، لكن لا يحب الناس جميعا، إنما يحب من وافق إيه؟ شرعه، فيحب المؤمنين ويبغض الكافرين. فهمت يا أخواني؟ يبقى المحبة خاصة والمشيئة إيه؟ عامة. القدرة عامة، والناس بتستعين بالقدرة مش بتستعين بالحكمة. خبالك الناس بتستعين بإيه؟ بالقدرة، إن هي عجزة فتطلب من الله القدرة، فالاستعانة بابها واسع، يستعين بالله المؤمن الكافر. إنما اللي بيطلب الحكمة والشريعة هم أهل خاصته وأهل محبته، فيتمسكون بشرع الله وبحكمته. وهذا يعني الكلام إذا أنت فهمت واستوعبت كويس هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يجري الحكمة على لسانك، وتنطق بمعان جميلة جدا، تجد أن الشرع معاك، الآيات كلها ماشية معاك. بمعنى إيه؟ أنت لو فاهم صح، لو جيت على أي أحد تلاقي الآية سبحان الله كأن أنت يعني الدليل معك في أي آية هتنظر فيها في كتاب الله عز وجل. ونتمنى من إخواننا وطلاب العلم اللي ما حضروش دورة منة القدير يحضروها، أو حتى على الأقل يبقى معهم الكتاب والأسطوانة يذكروها، هتفيدهم جدا جدا في هذه القضية. فهي من أنفع الدورات في باب العقيدة، الدورات العلمية يعني، دورة منة القدير اللي كلمنا فيها عن مسائل القضاء والقدر والحكمة والتدبير. طب اسمعوا كده، بقول لك من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها. قلبه قائم بمين؟ يستعين بالله، مش بالأسباب. إنما الأسباب بيأخذ به عشان تحقيق الحكمة فقط. هي لها تأثير في بعضها، نعم. التأثير جاي منين؟ من إن ربنا سبحانه وتعالى حكمته اقتضت كده، إن البذرة مش ممكن هتطلع النبتة لما تيجي لإيه؟ ها؟ البذرة يعني النبتة مش هتيجي ومش هتطلع لك في الأرض إلا لما تروح تجيب البذرة من الجمعية الأول. الجمعية دلوقتي ولا في حتة تانية؟ ما عادش من الجمعية، فبتروح تجيب البذرة الأول. إنما واحد يقول لك والله أنا رايح أزرع النهاردة، هتزرع إزاي؟ فين البذور؟ يقول لك بذور إيه؟ هو الزرع بيطلع ببذور؟ ده بيطلع بالقدرة، هيقف قدام الأرض ويقول يا رب طلع لي بقى النبتة النهاردة، مش هتطلع. هي صحيح قد يكون في وقت من الأوقات يحصل خارق للعادة، ممكن، فخارق العادة، بس ده شاذ عن القاعدة. ليه؟ لأن لو كانت كل الحياة خوارق العادات لتعطلت الحكمة. فهمت يا أخوانا؟ زي ما ربنا قال على مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها إيه؟ رزقا. قال يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت هو من عند إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهنا هو ربنا يخرق العادة في بعض المواطن ليؤيد أولياءه في ثقتهم بربهم، إن هو مؤمن إن قدرة ربنا غالبة، وإنما أخذ بالأسباب تحقيقا لحكمته، فلو دعا ربه استجاب له وخرق العادة. زي ما ربنا قال كلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إيه؟ على إيه؟ ومعروف إن اللي يتحط في النار بيدفعها، بس ده خرقت العادة. إذا نظرنا إلى، على فكرة الكلام ده هيبقى في الحلقة القادمة في لقاء العقيدة إن شاء الله هنتكلم فيها بإذن الله تعالى، لكن أيا كان ده احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل في دورة منة القدير. نرجع بقى
لكان القيبول. فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه. هذا تكلمنا القيمة، أنا بقرأ معكم قدرا كده، شوفوا الكلام وترتيبه على اللي احنا قلناه. بقول فالأسباب محل إيه؟ ها؟ حكمة الله وأمره ودينه. فاهمين دي؟ محل حكمة الله وأمره ودينه، اللي هي الشريعة والأحكام، الإرادة الشرعية وإظهار الأسباب علشان تحقيق الحكمة. والتوكل شوف بقى متعلق أو متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. يبقى الأسباب تظهر الحكمة فتتعلق بها الإرادة الشرعية، وتأخذ بالأسباب ضرورة، وإلا يبقى أنت عاصي لله ورسوله، مش كده؟ طيب والتوكل يتعلق بالقدرة، متعلق بربوبية الله وقضائه وقدره. ولك فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل. لو أنت هتاخد بالأسباب عشان تكون عبد لله، يبقى لازم يكون في إيه؟ التوكل على الله عز وجل. ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. أعيد العبارة تاني؟ هعيدها تاني. والله ابن القيم حيرنا صراحة في الإبداعات اللي بيقولها. بيقول لك لا تقوم العبودية أو عبودية الأسباب، والمقصود بعبودية الأسباب ليس العبودية للأسباب، يعني العبودية المتعلقة بالأخذ بالأسباب. لا تصح هذه العبودية، العبودية المتعلقة بالأخذ بالأسباب دي إيه؟ نسميها إرادة شرعية أو عمل بالإرادة الشرعية. عمل الإنسان بإرادة الله الشرعي، اتباعه لشرع الله، اسمها عبودية متعلقة بالإيه؟ بالأسباب. ولك دي مش ممكن حتصح إلا إذا قامت على التوكل على الله عز وجل والاستعانة بالله أن الله هو الذي وفق الإنسان إلى هذه الطاعة. فاهمين يا أخوانا؟ طب أقول لك ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. يعني إيه لا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية؟ يعني مش ممكن واحد حيستعين بالله ويقول لك أنا متوكل على الله وهو تارك للأخذ بالأسباب التي شرعها رب العزة والجلال. لازم الاثنين مع بعض. أعيد العبارة تاني؟ هعيدها تاني. لا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق الإيه؟ التوكل. ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. الاثنين. ولذلك هتلاقي التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد عبودية، توحيد متعلق بالقدرة، توحيد متعلق بالحكمة. لعل تكون المسائل دي واضحة. ثالث حاجة في أمر التوكل، رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. يعني في توكل؟ آه في توكل، بس خلي بالك التوكل قد تكون فيه شركة. لك أنا متوكل على مين؟ فممكن تكون متوكل على الله ومتوكل على البدوي كمان، مش كده برضو؟ لك والله البدوي يعني أهو، أو زي ما تقول توكلت على الله وعليك، فده شرك في التوكل إن كان شرك أصغر. لكن توكلت على الله ثم إيه عليك، تقول أنا بتوكل على الله ثم عليك، دي أخذ بالأسباب، ما تقدرش تقول توكلت على الله عليه. ولذلك أنا أقول إيه، لا يستقيم ويرسخ التوكل في مقام القلب أو في القلب إلا أن يصح التوحيد من العبد في التوكل، أن يبقى لله وحده. لا أعتمد في قلبي على غير ربي، وإنما في الأسباب البدن بيأخذ بها ويبشره. بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول. يعني لسه محتاج يعيد النظر تاني. والمقصود علائق الشرق يعني إيه؟ يعني قلبه لسه متعلق بغير الله تبارك وتعالى في تنفيذ المراد. ولذلك يا أخوانا أنتوا عارفين المسألة دي ثمرتها إيه؟ إن أنت لا تحمد مخلوقا ولا تذمه على عطاء أو منع، إنما لو ادالك أو منعك فأنت معتقد إن اللي جاب لك ومنعك مين؟ فتقول للشخص ده جزاك الله خيرا. انت بتقول له جزاك الله خير ليه؟ لان المفترض ان الشخص ده اخذ بالاسباب فاطاع رب العزه والجلال واحسن اليك كما امر ربه، اقبلك ازاي؟ فتقول له جزاك، اي اعطاك جزاء مناسبا لفعلك بان اكرمك في الجنه. هذا معنى كلمه جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا على ما قدمت من الأخذ بالأسباب موافقا لشرعه. طب لو عمل أخذ بالأسباب لإيذائك فتقول عليك من الله إيه؟ ما تستحق. لكن هو يكون تعتقد أن الشخص ده في يده نفع أو ضرر بالنسبة لك أو ده الغلط، فأنت تعتقد أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى تتوكل على الله فيها توكلا خالصا. ثم مباشرة الأسباب بالنسبة للخلائق فهذه التي في أيديهم فقط، ولذلك المقام التوكل بيدي رسوخ في القلب. شخص يقول لك والله يا أخي سيبها لله أنت يعني، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل، فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه. في أمور أخرى زي حسن الظن بالله وفي استسلام القلب له بعد الأخذ بالأسباب، معلش قبل الأخذ بالأسباب وبعده، أنا مصلحها لكم في المذكرة دي، بيسموه التفويض اللي هو روح التوكل. أنا لما أقول فوضت الأمر لله، اسمع يا أخوان الحتة دي أنا حاول أبسطها لك. التوكل لما نيجي نلخص كلام ابن القيم هنلاقي له ثلاث أركان. الركن الأول اعتماد القلب على الله عز وجل في باب الربوبية، ولذلك بتخرج من البيت تقول بسم الله توكلت على الله، مش كده؟ طيب أنت لما تخرج مستعينا بالله عز وجل وأنت خارج، البدن خارج، فأنت تلقائيا بعد الاعتماد على الله في قلبك هتعمل إيه؟ ها؟ هتبشر في الأسباب، لأن أنت خرجته، فأنت خرجت هتقف محلك قدام الباب ولا بتمشي؟ بتمشي، فأسباب بتتوالى أسباب لغاية ما ترجع فتحقق المطلوب أو ما تحققش المطلوب. يبقى أول ركن الاعتماد على الله عز وجل، ثاني ركن الأخذ بالأسباب، الركن الثالث الرضا بالمقدر اللي هو بقى تفويض الأمر لله. طب أنا عملت اللي علي خلاص فوض أمرك لله، اللي احنا بنسميه الرضا بالنتائج، الرضا بما قدره الله عز وجل. طب هو قدره قبل الأخذ ولا بعد الأخذ بالأسباب؟ ها؟ بعد الأخذ بالأسباب. لكن لو كان أنت بتقول أنا حرضى بالمقدر قبل الأخذ بالأسباب يبقى تواكل، أخذ بالك إزاي؟ وإلقاء النفس في التهلكة، وده المحظور. فاستسلام القلب له قبل الأخذ بالأسباب وبعد الأخذ بالأسباب اللي هو التفويض، بيسموه روح التوكل، إلقاء الأمور كلها إلى الله عز وجل وإنزالها به طلبا واختيار لا كرها واضطرارا. يعني ابن القيم بيضرب مثل كده، يعني بيقول عامل زي إيه؟ بيقول إن التفويض اللي احنا بنتكلم عنه ده عايز عامل زي تفويض العاجز الضعيف المغلوب على أمره في كل أموره، فبيسلم نفسه مثلا لوالده لأبيه، ده بقياس الأولى. وإن كان نخلي بالكم أي قياس بيضرب ابن القيم في مثل هذه الأمور يبقى ده بقياس إيه؟ إلا هو ما ذكرش قياس الأولى، بس هو قصده قياس الأولى، فأنا كتبت هنا في الكتاب عندكم وفي المذكرة مثاله بقياس الأولى، لأن بعض الناس يقول لك شو أنت قاعدين بتشبه ربنا بالطفل الصغير اللي بيترمى في أحضان والدي أو ما شابه ذلك، هو بيضرب مثل بقياس إيه؟ الأولى، وليس بقياس التمثيل والشمول. تفويض العاجز الضعيف المغلوب على أمره أن يفوض كل أموره إلى أبيه العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته له وتدبيره له، فهو يرى أن تدبير أبيه خير له من تدبير نفسه. لك زي ما يكون طفل صغير بيرجع إلى والده لك والله أنا مش عارف أتصرف، فهو يروح ياخد كل حاجة يقول له صرف لي، فلجأ إليه لثقته في إن والده أحكم وأقدر وأعلم وموصوب بالكمال عنه وإني بتصرف له أحسن منه، أخبرك إزاي؟ فإذا كان هذا فيما يحدث بين المخلوق والمخلوق مع محدودية الكمال بالنسبة للمخلوق زي الوالد،
فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى إذا رجعت إليه وسلمت أمرك إليه معتقدا كماله المطلق في أسمائه وفي صفاته؟ من أجل ذلك اسمعوا بقى، كانت الاستخارة. الرسول عليه السلام حديث جابر كان يعلم الصحابة الاستخارة، كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ولذلك إخواننا موضوع الاستخارة والرجوع إلى الله عز وجل بالدعاء هو مخ العبادة، هو لب العبادة، هو الدين. إن الواحد يشعر بلذة ذلك في قلبه عندما يرجع إلى ربه. ابن القيم كتب كلام طيب في الاستخارة، تبوا ترجعوا لها إن شاء الله عز وجل. ولذلك الرسول عليه السلام لما ذكر حديث عرض الأمم عليه يوم القيامة، حديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب إيه ولا عذاب، فالوصف الجامع لهم إيه؟ قال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فالوصف الجامع هو من، ولذلك التوكل ده من أكمل المقامات في الدين. لأن الشخص لما يوصل إلى هذه الدرجة وفهم يعني إيه توكل وأعطاه الله عز وجل الكمال في قضية إن يفهم أثر توحيد الأسماء والصفات في ظهور الأشياء والنظر إلى المخلوقات مع توحيد العبادة لله عز وجل واتباع الشريعة والنظر بقى للكمال في الحكمة، يجي يبص يلاقي الأمور قامت بالله عز وجل. لا ننظر إليها شهود من فني عن شهود السوى، فاهمين المصطلح؟ لا ننظر إليها فناء إيه؟ ها؟ من فني عن شهود السوى، يعني مش زي نظام الصوفية في إن إحنا مش شايفين أي حاجة خالص غير ربنا، بحيث الواحد يتخبط في شجرة ولا في عمود هو ماشي، لا، وإنما قام بأحكام الشريعة كما ينبغي وأطاع الله عز وجل كما ينبغي من فعل واجبات ومستحبات وترك محرمات ومكروهات، وبالرغم من ذلك نظر الأشياء أنها قائمة بالله عز وجل، يتوكل على الله عز وجل في تحصيلها. شوف بقى ساعتها الحياة كلها بتبقى جميل، لأن لو في حاجة فيها انزعاج بيرجع لربنا بالدعاء فربنا يستجيب له على طول. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي إيه، هو ده التوكل الحقيقي بقى. أنت عايز أحلى من كده؟ وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. أنت عايز أرقى من ذلك في أن يكون الإنسان متعلقا بربه في توحيد العبودية وفي توحيد الربوبية اللي هو حقيقة التوكل على الله عز وجل. ده فيما يتعلق بالتوكل نكتفي به في هذا المقام. نيجي بقى لإيه؟ الرضا. الرضا من العبوديات أنا هركز على أشياء معينة فيه والباقي ربنا يعينكم عليه في المذكرة علشان نجمل أعمال القلوب المتعلقة بالقلب ونخلصها لغاية النهاردة كده، يبقى كويس أوي. ثلاث محاضرات في أعمال القلوب وفي شروط لا إله إلا الله بيناها ووضحناها بشكل طيب. الرضا من عبوديات القلب المترددة بين الواجب والمستحب، صحصحوا معايا كده. أجمع العلماء على أن الرضا بالقضاء مستحب وإن استحبابه مؤكد، واختلفوا في وجوبه على قولين، وكان شيخ الإسلام تيمية يذهب إلى القول باستحباب، يقول لك الرضا بالقضاء مستحب. ليه؟ طب والصبر؟ قال لك واجب، لأنه لم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن في الصبر قال واصبر كما صبر أولو العزم إيه من الرسل. فأقول لك الرضا، خلي بالك هو بيتكلم عن الرضا بالإيه، ها؟ بالقضاء.
الرضا بأفعال الله بك، الرضا بأفعال الله بك يختلف. يبقى لازم نفرق بين الرضا بالقضاء والقدر أو الرضا بأفعال الله عز وجل، ده من جهة، ومن جهة أخرى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. ده مش مستحب بقى، ده إيه؟ واجب. وهم ما بيتكلموا في الرضا ما بيتكلموش على الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبينا ورسولا، هم بيتكلموا بالرضا بالقضاء. يعني الباب اللي بيتكلم عنه من القيم في الرضا، على فكرة الرضا واخد صفحات كتير، هم تلات مجلدات بتاع مدارج السالكين واخد له 100 صفحة لوحده الرضا، لأنه من يعني المقامات العالية جدا. ذاق طعم الإيمان، حديث مسلم بن عباس، الحديث على عباس، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعد، حديث مسلم أيضا، من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي، وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته. أنا عايز يعني إيه أوضح لكم نقطة كده، ممكن بعض إخواننا يعني تحدث في نفسي إشكالية منها. الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله إيه ربا. الرب اسم من أسماء الله، بس هنا ذاق بالله من رضي بالله إلها ولا ربا في الحديث؟ ها؟ ربا، مش كده؟ هي في الحديث ربا بس معناها إلها، معناها هنا ايه؟ من معاني الربوبية الإله، يعني الرب يجي بمعنى المعبود، زي ما قال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بلت عليه الثعالب، فالرب بمعنى المعبود. فهنا الحديث ذكر الرب، بس كل المعاني اللي جت في كلام ابن القيم واللي اتكلم عنها العلم المقصود بالله ربا يعني معبودا. فلما يتكلم عن معنى الربوبية هنا هو في الحديث، طالما قال رضي بالله ربا يبقى معبودا. طب ما واحد يقول لك طب ما نحملها على ربا زي ما هي أظهر النص، هو أصلا من معنى الربوبية معناه العبودية، طب ليه ما حملناه هنا هو تعالى الربوبية ولم نحملها في مواضع أخرى على الإيه؟ على الألوهية. لأن أنت لو ذكرت العبودية يتضمن الربوبية، ولو ذكرت الربوبية لا يتضمن الإيه؟ العبودية. فاهمين دي يا أخوانا؟ يعني ما دلالة، فاكرون بقول لكم ما دلالة توحيد العبودية على توحيد الربوبية؟ نقول دلالة التضمن، فكل من عبد الله فقد آمن به رب. ما هو أنت دلوقتي ساجد، ساجد لمين؟ لرب. إنما لو واحد آمن بأنه هو رب سبحانه وتعالى هل عبده؟ لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكن هم يشركون بالله ولا يعبدونه، لا يوحدونه في العباد. فإذا توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية، لكن الحديث إنه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا اللي حيعرفنا المسألة دي إيه. ده أمر واجب، والواجب علينا أن ترضى بالله معبودا مش ربا بس، لأن من رضي بالله ربا ولم يرضى به معبودا هل يدخل الجنة؟ إنما يدخل الجنة إمتى؟ من رضي به معبودا وحده سبحانه وتعالى في العبادة. فهنا نفهم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. الفصل في العبودية وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فبينت المقصود. طيب بقول وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي، وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته والرضا برسوله والانقياد والرضا بدينه والتسليم له، ومن اجتمعت له هذه الأمور فهو الصديق حقا، وهي سهلة بالدعوة واللسان. يعني كل واحد يقول لك أنا إيه رضيت بالله ربا، لكنها من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، لا سيما إذا جاء في
فيها ما يخالف هوى الإنسان. أيوة شوفوا يا أخواننا دلوقتي ربنا ما ابتلناش يعني لا يبتل العباد بشيء يهوونه ويرغبون فيه. ولذلك تجد تبص تلاقي الأمور ما تجيش على ما تتمنى، ولو جت على ما تتمنى يبقى لازم يحصل حاجة تعكر الصف، العين والحسد. يقول لك شوف الناس يا أخي، الناس دي ما عندهاش واحد عيان، أخي بالك إزاي؟ يقول لك شوف يا أخي ابن فلان وابنه كويس ومراته كويسة وكلهم ناس أصحاء وأقوياء وعندهم، أخي بالك إزاي؟ الابتلاء جاي على ما يهون، يبقى تيجي تبص تلاقي واحد حاقد أو حاسد يحسدهم فتحصل مصيبة ولا تحصل كارثة. هو كده ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى إنما جعل الابتلاء والامتحان تمحيص لأهل المحبة وأهل الصبر وأهل الرضا. فيوم ما تفهم هذه الحقيقة يبقى الواحد عمره ما يزعل أبدا لو شاف مثلا عنده حد متعور، عنده كذا ولا حاجة، يقول لك والله دي يعني ناخد بالأسباب في إن احنا نعالج. وزي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم ماذا قال؟ إن الإيه؟ إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزن ولا نقول إلا إيه؟ ما يرضي ربنا عز وجل. فإن في الحالة دي الواحد يبقى فاهم روحانيات التوحيد وجمال التوحيد في إن هو عايش وفاهم امتحان الحق سبحانه وتعالى وأنه في دار بلوى وامتحان. واعلم أن الرضا بإلهيته، اسمع، الرضا بإلهيته بالألوهية يعني هو الرضا بمقتضى حكمته. ها شو أقول لكم دلوقتي؟ في قدرة وفي إيه؟ حكمة. فلو رضيت به معبودا فقد آمنت باسمه الحكيم وآمنت بمقتضى اسمه الحكيم وبوصف الحكمة. لكن لو رضيت به ربا موصوفا بالقدرة ولم ترضى به حكيما واخترت الحكمة في سواه فما وحدت الله عز وجل. لأن في ناس تؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وتوحد الله في اسم القدر، ربنا قادر على كل شيء وربنا سبحانه وتعالى هو الخالق وما شابه ذلك. خليك ويا بقى، لكن يجي في العبودية فيرضى بغير الله عز وجل حكما ويرتضي قوانين وضعية كحكمة له أفضل من حكمة رب العزة. الحكمة معناها الشريعة، الأشياء المحكومة اللي بتؤدي المصلحة. فهل في أشياء محكومة وضعها أحد أفضل من رب العزة والجلال بحيث لو اتبعتها تصل إلى أكمل مصلحة وأكمل حكمة بالنسبة لك؟ فيترك الشرع ولا يتحكم إليه ويرضى بأحكام وضعية بديلة ويقول لك دي أفضل دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه، فيرضى بحكم غير حكم الله عز وجل. ولذلك يقول لك اهو الرضا بمقتضى حكمته، ده اللي بيتضمن بقى الرضا بالشرع بالألوهية، الرضا بمحبته وحده بخوفه الرجاء الإنابة إليه التبتل إليه انجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له سبحانه وتعالى. طب والرضا بربوبيته؟ يقول لك الرضا بربوبيته هو الرضا بمقتضى قدرته، وهو يتضمن الرضا بتدبيره لعبده. والمقصود بالتدبير هنا تدبير شرعي ولا كوني؟ ها مين اللي يقول بسرعة؟ كوني. الرضا بألوهيته رضا بتدبيره ايه؟ الشرعي. والرضا بربوبيته رضا بتدبيره انه أقولها تاني لغاية ما تفهموه، والله اللي هيطلع المعلومة دي ممتازة جدا. صح صح معايا. الرضا بألوهيته يبقى رضا بمقتضى إيه؟ حكمته، ورضا بمقتضى شرعه وتدبيره. ها الشرع ولا الكوني؟ الشرع. والرضا الرضا بربوبيته بقى احنا اتكلمنا عن الالوهيه مش كده؟ الرضا بربوبيته رضا بمقتضى ها قدرته، رضا بمقتضى ايه؟ ورضا بتدبيره الكون. يبقى في رضا متعلق بربوبيته وتدبير الكوني، ورضا متعلق
بألوهيته وتدبيره الشرعي، الأول في بيان لقدرته والثاني في بيان لحكمته. أما الرضا بنبيه رسولا فتضمن كمال الإنقياد والتسليم المطلق إليه. لذلك في هنا القيم اتكلم على قضية الرضا، فبيقول إيه؟ أتى بعدة أدلة، بيقول لك الرضا اللي بيتكلم عنه رضا الألوهية، الرضا المتعلق بالألوهية، يعني الرضا بالله إلها، يبقى رضا بشريعته ولا ربوبيته؟ ها؟ الرضا بالله إلها ومعبودا، رضا بألوهيته وشريعته ولا رضا بربوبيته؟ رضا بشريعته. الرضا بالشريعة الشيخ الهروي بيقول عليه توحيد العام، مش كده؟ طالما فيها شريعة وفيها عبادة يبقى تبع ايه؟ العام. والرضا بربوبيته يقول لك ده توحيد الخاص، مع ان الرضا بربوبيته المقصود الرضا المظهر لقدرته، اي ما ابتلى العبادة به سواء كان خيرا او ايه او شر. واحنا في الحالة دي قلنا الرضا بالمقدر، الرضا بالايه؟ بالمقدر. الرضا بالمقدر على نوعين، يا اما رضا باشياء ممتعة للنفس زي الغنى والأشياء اللي زي كده بالنسبة للنعم، أو رضا بأشياء فيها إيلام للنفس. معايا يا إخواني؟ فهذا الرضا بالمقدر بنقول عليه واجب ولا مستحب؟ ها؟ رده مستحب، مش أنا بتكلم عنه؟ أجمع العلماء على إنه مستحب، يعني اللي هو هل حيرضى الإنسان بالآلام؟ والله الإنسان صابر على الآلام لكن مش راضي به، لو رضي بها يبقى ايه؟ استحباب. ورضاه بها مش معناه تواكل عن الاخذ بالاسباب لتغييرها، لا، بس هو ابتلي وما فيش حل غير كده، هيعمل ايه؟ فيرضى بما قسمه الله وما قدره الله عز وجل، دي اسمها رضا بالايه؟ بالربوبيه. فهم بيقول لك الرضا بالربوبيه اكمل من الرضا بالعبوديه. الرضا المتعلق بالعبوديه بيقول لك بتاع العام اللي هو رضا بالاراده الشرعيه واختيار الله عز وجل الشرعي، والثاني بيسموه اختيار الله الكوني او اراده الله الكونيه. فالهرو بيجعل الاراده الشرعيه اللي هي الخاصه بالعام والرضا بها درجه اقل من الاراده بايه؟ بالاراده الكونيه، او الرضا بالاراده الكونيه. فابن القيم بيقول لا، قطب راحة الاسلام هو الرضا بالاراده الشرعيه التي تطهر من الشرك، الرضا بالله ربا ألا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره الشرع ولا الكوني؟ الشرع. وطالما رضي بالشرع حيرضى بالإيه؟ بالكون. هو ده الصح. ولذلك قال الله تبارك وتعالى، اسمع شوفوا الثلاث آيات دول، قل أغير الله أبتغي ربا وهو رب كل شيء. طيب قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أفغير الله أبتغي حكما. لاحظوا الثلاثة دول، مرة يقول أفغير الله أبتغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، قل أغير الله أتخذ وليا. هنا هو أغير الله أتخذ وليا، الولاية بتبقى دايما في الشريعة، طالما فيه ولاية يبقى فيه ايه؟ شرع. ولذلك قال بعدها قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. يبقى دي ولاية بسبب اتخاذ الحق سبحانه وتعالى إلها ومعبودا والرضا به شرعا. طب والتانية رضا به ربا سبحانه وتعالى، الرب هنا برضو معنى المعبود، بس طالما أنا عبدته يبقى أمنت به ربا. ثم قال أفغير الله أبتغي ايه؟ حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب موصلا. طب إذا كان الأمر كذلك فما فيش أكمل من ذلك ولا أفضل، علشان الواحد يقول إن ده توحيد العامة والتاني الرضا بأفعال الله تبارك وتعالى توحيد الإيه؟ الخاصة. بقول لك أنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل
رأيتها هي نفس الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ورأيت الحديث يترجم عنها ومشتق منها. فكثير من الناس يرضى بالله ربا ولا يبغي ربا سواه، لكنه لا يرضى به وحده وليا ولا ناصرا. شرع أحسن، بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله، وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك، وهذا عين الشرك. بل التوحيد ألا يتخذ من دونه أولياء، والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء. وكثير من الناس يبتغي غيره حكما يتحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه، وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد. إيه ده احنا طولنا كده؟ طيب ماشي خلاص، احنا داخلين كده في ساعتين. اللي هو أفغير الله أتخذ إيه وليا، وقبلها أتخذ ربا، وقبلها حكما. بقول بقى الدرجة الثانية من الرضا، هو جعل الرضا درجات، فمن القيم بيعلق عليه. فبقول الرضا اللي هو بالإرادة الشرعية أو الرضا بالله معبودا بيسميه إيه؟ رضا العام. الدرجة الثانية العالية قوي عند الشيخ الهروي بقول لك الدرجة الثانية من الرضا، الرضا عن الله في كل ما قضى وقدر، والتي اعتبرها الهروي من أوائل مسالك أهل الخصوص. أهل الخصوص يبقوا مين؟ المريدين. كويس، أما نقول العامة والخصوص خاصة الخاصة العارفين. فبقول الدرجة اللي بيقول عليها من الخصوص فهي الرضا عنه في أحكامه وأقضيته. طب هو قال أحكامه وأقضيته، يقصد بأحكامه هنا إيه؟ الشرعية ولا الكونية؟ ها؟ لا أنا حسيبكم لغاية ما تفهموا من نفسه. أعيد العبارة تاني، بقول لك الدرجة الثانية من الرضا هي الرضا عن الله في كل ما قضى وقدر، وهي التي اعتبرها الهرو من أوائل مسالك أهل الخصوص، وأنها أعلى من الدرجة التي قبلها. فهي الرضا عنه في أحكامه وأقضيته. يبقى يقصد هنا إيه؟ شفتوا بقى يعني عبارة لابن القيم في قلب مدارج السالكين، اللي مش واخد باله حيتوه. فلو عملها هنا شرعية يبقى المعنى كله ما وصلتش له خالص ولا فهمته عايزه ليه. هو قصده هنا ان هو رضا احكامه الكونية واقضيته الكونية. خلي بالك، مع ان الحكم والقضاء قد يأتي بالمعنى الشرعي مش كده برضه، بس هو هنا يقصد المعنى ان هو، وده اثر بقى الدراسة. يعني الطالب اللي دارس منة القدر كويس هيقولك لا، ابن القيم قصده هنا الاحكام الكونية والاقضية الكونية. طب حد يعرف يجيب لي قضاء شرعي؟ ها؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيه؟ ده قضاء إيه؟ طب قضاء كوني؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون. فاكرين ولا نسيتوا؟ يلا، ما احنا بقول دلوقتي الدورات متتالية، والحرص على هذه الدورات هيفيدك جدا جدا. فاحنا بنحاول بقدر المستطاع. والله أنا بقول لك نفسي بقعد فترة طويلة عشان نشوف ابن القيم عايز إيه. يعني صحيح المحاضرة كلها تلخيص من مدارج السالكين، فهو ده طب الشيخ ده راح جاب الكلام من مدارج السالكين ونقوله لنا. صدقوني زي ما بقول لكم صعب، حتى لو انت جيت تنقل ممكن تلخبط. اتفضل يا اخي محمد. بقول لك الرضا، خلي بالك اهو، هو بيتكلم عن الرضا العامة ولا الخاصة؟ الشيخ الهروي صح صح معايا كده؟ ها؟ رضا مين؟ الخاص. بقول الرضا عنه في احكامي واقضيتي، ويقصد الاحكام الكونية والاقضية الكونية، وهي مقدمة. خلي بالك الشيخ الهروي لك دي مقدمة للخروج عن حظوظ نفسه ووقوفه مع مراد الله عز وجل لا مع مراد نفسه. والمقدمة للخروج عن حظوظ نفسه لدرجة المريدين، خلي بالكم اللي مش عايز لا جنة ولا نار ولا عايز أي حاجة خالص، هو بيعبد ربنا طالبا للإيه؟ للمحبة. فيرتقي شوية أعلى فيعبد الله عز وجل على مراد الله الكوني اللي ما يشهدش فيه غير إرادة الله الكونية، اللي هو بيسموه الشهود
الفناء عن شهود السوى، أنا من الشايف في الدنيا كلها غيره. فيشوف الإنسان ربنا، يشوف الحيوان ربنا، يشوف الشجر ربنا، يشوف كل حاجة ربنا، فينتفي عنه تمييز الأسباب لأني مش شايفه خلاص. يقول لك اتعمى عن البشرية، يرى ما سوى الله عماء، يعني كأن الصورة كلها اتمسحت وما هوش شايف لربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك ابن القيم بيعقب بيقول ايه، قول كلام الشيخ الهروي فيه نظر لا يخفى، لأنه جعل الرضا بالقدر والإرادة الكونية أعلى من الرضا بالعبودية والإرادة الشرعية، وهو نظير جعله الصبر بالله أعلى من الصبر لله. فاكرين العبارة أنا صيغها بأسلوباني، وده كلام القيم يعني دلوقتي هو قال فيها كلام بس ما تعرفش توصل له ليه، لأن هو ما فصلش الرضا. هو قال جعل الرضا بالقدر أعلى من الرضا بالعبودية وسكت على كده، فإحنا ضفنا كلمة رضا بالقدر والإرادة الكونية أعلى من الرضا بالعبودية والإرادة الشرع عشان انت تتضح لك الصورة. والذي ينبغي المفاضلة فيه، وأقول لك لو عايز يفاضل بقى المفاضلة الحقة تبقى إزاي، أن تكون الدرجة الأولى وهي الرضا بالعبودية والإرادة الشرعية أعلى شأنا وأرفع قدرا من من الرضا المتعلق بالإرادة الكونية. ليه؟ بقول لك لأن الإرادة العبودية، الرضا بالعبودية والإرادة الشرعية مختصة بالمؤمنين العابدين بالموحدين أتباع المرسلين، لكن الرضا بالقضاء درجة مشتركة تصح من المؤمنين والكافرين، وغاية ما عندهم التسليم لقضاء الله وقدره. أهو في إيده إيه؟ حتى لو كان كافر ومشلوب تلاقيه راضي وعايش ومبسوط ويمارس حياته عادي، يقول لك أنا خلاص عامل إيه؟ خبلك إزاي؟ فبقول فأين هذا من الرضا به ربا وإلها ومعبودا؟ شفت بقى إزاي؟ كل درجة من درجات أو مقامات أو منازل السائرين اللي اتكلم عنها الهروي ابن القيم مسكه كده. يبقى ابن القيم كان بيرد عليه ولا كان بيشرح منازل السائرين؟ طب ليه بقى يسميه مدارج السالكين شرح منازل الايه السائرين؟ لأن هو ساعتها ابن القيم لا يجرؤ أن يرد على الشيخ الهروي الوقت ده، وقت ده يعني شوف ازاي. فكان لهم أساليبهم في أن يصل إلى الحقيقة ويبين، مع أن ابن القيم كتب في الرضا كلام أنتوا. وأيضا فالرضا به ربا فرض، بل هو آكد الفروض باتفاق الأم، فمن لم يرضى به ربا لم يصح له إسلام ولا عمل ولا حال. هو أصدر رضا به ربا على أن معنى الربوبية هنا معنى الإيه؟ المعبود، معنى الشرع. أحسن. وأما الرضا بقضائه فأكثر الناس على أنه مستحب وليس بواجب، وقيل بل هو واجب، وهما قولان في مذهب أحمد. فالفرق بين الدرجتين اللي هي الدرجة بتاع أهل الخصوص ودرجة العامة هي فرق ما بين الواجب والمستحب. فالعابد الدرجة اللي عليه واجبة، إنما القضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر بالنسبة للمقدر يعني وأفعال الله عز وجل أمر إيه؟ مستحب. فشتان بين الأمرين. يبقى رضا العامة اللي بيتكلم عنه الشيخ الهروي هو رضا الأنبياء والمرسلين، والتصنيف اللي بيقولوه كده رضا عامة ورضا خاصة، وخاصة الخاصة هذا تصنيف يحتاج إلى النظر. طيب الكلام جميل، أنا مش هطول عليكم عشان كتبنا بقى فيه تفصيل كده عنوان الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله، بس هياخد شوية في الكلام فأنا مش هطول عليكم فيها. الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله. الرضا بالله فرض، وهي رضا بعبوديته سبحانه وتعالى أن يكون هو الوحيد أو هو المعبود بحق. والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية إلا إن ربنا لم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقتهم عليه أو مشقته عليهم، يعني مش كل الناس هترضى ولا تقدر، لأن النفس فيها آلام ما تستطيعش تحملها. الواحد ممكن تخيل بقى لما يجي وقت من الأوقات
يكون في منتهى الزلة والحاجة. ليه؟ ما عندوش حاجة وجعان وعياله جعانين وفي حالة صعبة جدا جدا. فهتقول لي ايه؟ هو هياخد بالأسباب، بس هو نفسه رافض لهذا الوضع وبيحاول ان ياخد بالايه؟ بالأسباب عشان يخرج منه. لكن طول ما الحالة دي موجودة معاه نقول له خليك كده على طول وارضى بقضاء الله. ده لو كان دي الحال، لو كان هذا هو الحال، يبقى لن تجد ان في شخص مثلا كان يبقى فقير وتاني يوم يبقى ايه بعد شهر ولا سنه ولا سنتين بقى غني. انما ابتلى الله العباد بتقليب الاسباب من خلال هذا، ان يوم يبقى فقير فيدور على اسباب الغنى ويستعين بالله فياكل من الحلال يبقى غني، وواحد تاني يبقى فقير برضه ياخد بالاسباب الغير مشروعه وتاني يوم تلاقيه غني بس جابها من حرام. ويقلب الله الارزاق بين العباد ويبتلي العباد. فأساس الرضا اللي هو واجب على العباد الرضا بشريعة الحق سبحانه وتعالى، ألا يعصي الله فيما يأكل أو فيما يشرب، أن يرضى عن الله عز وجل في هذه الاختيارات. ولذلك اختيار الله لعبده اللي الإنسان هيرضى به قال أمرين: اختيار ديني شرعي، فالواجب على العبد ألا يختار في هذا النوع غير ما اختاره سيده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ الخيرة من أمرهم. اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب كالمصائب التي يبتلي الله بها عبده، فهذا لا يضره فراره منها إلى قدر الله، أفر من القدر إلى الإيه؟ القدر. يرفع القدر القدر ويدفعها ويكشفها، وليس في ذلك منازع الربوبية كما يدعي الصوفي أبدا. لك ده انت كده بتعترض على قضاء الله عز وجل، او انت يعني ما انتش راضي بافعال الله بك. لا، هذا الامر غير صحيح. واما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه، يعني في قدر لله لا يحبه ولا يرضاه؟ يرد يا اخوان، ها؟ مش العبد، ربنا بيقول لك قدر لله لا يحبه الله ولا يرضاه. صح صح، قدر لله لا يحبه ولا يرضاه. أفعال الكفار، أفعال الكفار كلها بقضاء الله وقدره، مش كده برضو؟ بس هل ربنا بيحبها يرضاها ولا يرضى لعباده الإيه؟ الكفر. فهنا عام القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه مثل قدر المعائب والذنوب، فالعبد مأمور بسخطها ومنهي عن الرضا بها، وهذا هو التفصيل الواجب في الرضا بالقضاء. واتكلم على هذه المسألة بتفصيل. لكن أنا بقى هقول لكم إيه، واحد يقول لك يعني إزاي، زي ما قلنا السؤال دلوقتي، هل فيه قدر لا يحبه الله ولا يرضاه؟ قلت إيه وفيه، مش كده؟ اللي هي أفعال مين؟ طيب واحد يقول لك أفعال الكفار دي مش ربنا بيحبهاش، طب هو بيعملها ليه؟ ليه بيفعلها؟ مها اسمع كده، اظهارا لايه؟ لحكمته. احسنت، اظهارا لحكمته. وهو سبحانه وتعالى قادر على ان يبدلها، فقال ولو شئنا، شئنا ديت يعني قدرنا، ولو شئنا لاتينا كل نفس ايه، واخبرنا عن قدرته في تغييرها اظهارا لقدرته. احسنت، يعني هو تركها ليه؟ اظهارا لحكمته. ممكن يغيرها اظهارا لقدرته، يعني اعمل حسابك. ولو شئنا لاتينا كل نفس هدى، هذا معنى يهدي من يشاء ويضل ايه من يشاء. اتفهمت النقطه دي يا اخوانا؟ ولذلك لك كيف يشاء الله امرا ويريد امرا اخر، او كيف يشاء الله ويريد امرا يبغضه ولا يرضى؟ ازاي ربنا يشاء الكفار وهو يبغضهم؟ ازاي يخلقهم وهو يبغضهم؟ ابن القيم بقى الكلام ولا اروع. انا صراحه حاسبه لكم، اسيب ولا اقول؟ هو قال، شوفوا بقى المراد، انا بحاول اختصر بس المعلومات بسرعه، في صفحه 33 هنا بقول ايه. المراد نوعين، واحد نفسه مثلا، خليكم مراد لذاته ومراد لغيره. واحد نفسه ياكل تفاح، هو بيحب ياكل التفاح لان هي تفاح، مش كده؟ فبيضطر ياكل الايه؟ التفاح. لكن واحد مثلا تعبان ومريض
فالدكتور قال له تاكل حنظل ده هيكون سبب في الشفاء بسرعه. حنظل ده مر على الدواء مانيش طيب اخبلك ازاي؟ فاقول لك والله خلاص خليك بقى لما يبتروا اليد او يبتروا القدم ولا تضيع خالص وتموت. فيضطر هو يروح يدور على ايه؟ على الحنظل ويشربه والمر ده الدواء الكريه ده. فده هو اراد الحنظل لذاته ولا لغيره؟ لغيره، لان المصلحه اللي هتترتب عليه اعلى والحكم اللي هتيجي منه ايه؟ اعلى. فالاول زي مراد التفاحه دي اللي بره بالكم دي مراد لنفسي ولا لغيره؟ لنفسي. انما الحنظل مراد لغيره. اذا انت فهمت هذه المساله في المخلوق فالخالق من باب اولى. ليه اللي خليني مثلا في مساله الحنظل رحت جبته؟ لان الحكمه تقتضي ذلك. فاظهارا لاسمائه المتعلقه بحكمته خلق الكفار وهو بغضب عشان تحقق مصالح اعلى. اخي بالك، طب واحد يقول لك المصالح الاعلى ايه؟ اسمعوا بقى، ابن القيم عد مصالح كتير انا سردت لكم مجموعه منها هتتبسطوا منها ان شاء الله. اول حاجه قال لك ان تظهر للعباد قدره الله عز وجل على خلق المتضادات والمتقابلات. فخلق هذه الذات اللي هي ذات ابليس، يعني يقول لك طب ابليس خلقه ليه؟ قال لك هذه الذات من اخبث الذوات وشرها وسبب كل شر، وهي في المقابل ذات جبريل عليه السلام اللي اشرف الذوات وهي ماده كل خير. فتبارك الله خالق هذا وذاك كما ظهرت لهم قدرته التامه في خلق الليل والنهار والضياء والظلام والداء والدواء والحياه والموت الحر والبرد الحسن والقبح الارض والسماء المية والنار. وذلك من أدل الدلائل على كمال عزته وقدرته وسلطانه. خلق المتضاد دي حتة. اللي بعده ظهور آثار أسمائه القهري، القهار، القادر، الجبار، القوي، القدير، شديد العقاب، سريع الحساب، دي كلها أسماء إما مطلقة أو مقيدة. فهذه الأسماء المتعلقة بقدرة الله هتظهر من خلال كده. يعني دلوقتي الشديد العقاب، احنا شوفوا ازاي ظهر اسم شديد العقاب ليه؟ عشان ان ربنا خلق الكافر وابغضه، والكافر خالف شرع ربنا سبحانه وتعالى فعاقبه فظهر ان هو شديد الايه؟ العقاب. فظهرت اثار الاسماء بسبب خلق ما يبغضه الحق سبحانه وتعالى اللي هو ابليس واتباعه. ظهور اثار اسماء المتضمنه لحلمه وعفوه ومغفرته وستره، زي الحليم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيقول له الله، عشان يظهر اسم التواب. شفتوا بقى الحكم، هو عصى الله عز وجل وكفر فتاب لربنا سبحانه وتعالى ودخل في الاسلام، فربنا سبحانه وتعالى تواب رحيم غفور ودود الى غير ذلك من اسمائه. طيب غير كده ظهور اثار اسماء الله المتعلقه بحكمته وخبرته، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضع الامور في مواضعها. الشريعة محطوطة لمصلحتك، دور كده هتلاقي الشرع في الدنيا فيه مصلحتك أحسن من شرع ربنا سبحانه وتعالى. حتى الفرنسيين الآن بتوع فرنسا الوقتي بيأسسوا لبنوك إسلامية اقتصادية ودرسوا الاقتصاد الإسلامي في جامعاتهم. يقول لك الآن هنطبق البنوك الإسلامية في فرنسا. ليه؟ يقول لك ما بتخسرش وما فيش فيها ضياع وما فيش فيها هلكة. شوف ليه؟ لأن هم طبعا هم كفار، لكن شافوا افضل مصلحه في اتباع الشرع. فربنا سبحانه وتعالى ان دل ذلك فيدل على ان اكمل حكمه للي هيضع قانون من الحكيم سبحانه وتعالى، فظهرت الاسماء المقتضيه لذلك. ولذلك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى وضع الامور في مواضعها، فلا يضع العقاب موضع الثواب والخفض موضع الرفع ولا الرفع موضع الخفض ولا العز مكان الذل. على فكره ابن القيم هو كتب الكلام ده للتنبيه، ذكر اسماء ليست توقيفيه مشتقة من أفعال. وإخواننا قالوا طالما ابن القيم ذكرها يبقى دي معنى كده أسماء. لا، ولذلك ما هتلاقوش في الكلام اللي أنا كتبته في منة الرحمن اسم ما ثبتش توقيف. إن كان ذكروا اسم نرد لصيغة الإيه؟ الوصف أو صيغة الفعل. لأن ابن القيم على عيننا وعرسنا، وزي ما هو مسك الشيخ الهروي واتكلم عن الشيخ الهروي، ده مش معناه ان ابن القيم لو احنا عدلنا وقلنا او قلنا دوت ما هوش اسم توقيفه معلش دليل، يبقى دلوقتي يبقى احنا كده خالفنا السنه وخالفنا السلف وبقينا ناس مبتدعه ووصفونا بابشع الاوصاف. لا، هنقول زي ما قال ابن القيم للشيخ الهروي، فكم بين الهدهد وبين ايه؟
سليمان حين قال أحط بما لم تحط به، لا يعني إن ذلك إن الواحد علمه أكتر من علم ابن القيم، حاشا وكلا، ولكن المعلومة دهية الحق فيها واضح، فما ينفعش إن إحنا نسكت عشان هو ابن القيم. ولذلك كل اسم ذكره ابن القيم ما ثبتش في الكتاب والسنة وما عليش دليل رجعناه لأصله، إن كان فعل ذكرناه فعل، وإن كان وصف ذكرناه وصف، وإن كان ما هوش لإسم ولا وصف ذكرنا الاسم البديل اللي ثابت توقيفي. ودي هتلاقيها ميزة كويسة جدا في دورة أصول العقيدة في الكتاب اللي معاكم، وفي منة القدير وفي منة الرحمن، إن ما فيش اسم من الأسماء غير توقيفي في أي كلمة في الكتاب، ولله الحمد حرصنا على ذلك عشان الجيل اللي بعد كده يعرف الأسماء الصحيحة بأدلتها. ولا الذل مكان العز إلى غير ذلك ما قال. بقول لك من الحكم حصول العبودية المتنوعة، شوفوا كده يا أخوانا، التي لولا خلق إبليس لما حصلت، ولكان الحاصل بعضها لا كله. عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية، فلو ما كانش في كفار عشان نجاهده هيبقى الجهاد ذروة سنام الإسلام؟ شفتوا بقى إزاي؟ حكمة دي ولا مش حكمة؟ ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبوديات. الموالاة والمعاداة والحب والبغض وبذل النفس له في محاربة عدوه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، أمور كثيرة جدا من حكم الله عز وجل. ولذلك أظهر الأسباب أو خلق الأسباب إظهارا لقدرته، ورتبها إظهارا لإيه؟ لحكمته. العبارة كده جت؟ يلا. يبقى خلق الأسباب إظهارا لإيه؟ لقدرته، ورتبها إظهارا لحكمته. احفظ العبارة دي. ومنها عبودية مخالفة عدوه ومراغمته في الله وإغاظته، ودي من أحب أنواع العبودية لله عز وجل. على فكرة ربنا يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوء، وهذه عبودية لا يتفطن لها إلا الأكياس، إن يعمل العمل بحيث فعلا يبقى نكاية في أعداء الله تبارك وتعالى. وكذلك عبودية الاستعاذة من عدوه وسؤال أن يجيره منه ويعصمه من كيده وأذاه، وكذلك يشتد خوفهم أو خوف أوليائه أو أولياء الله عز وجل من الله تبارك وتعالى وحذرهم، وإذا رأوا ما حل بعدوهم بمخالفته. يعني كان إبليس بيتعامل مع عملة الملائكة مش كده؟ وإذ قال ربك الملائكة إن جاء في الأرض خليفة، كان معهم إبليس، فلما عصى الله شوف وصل فيه. يبقى أولياء الله عز وجل لا يغترون بل يسألون الله أن يعينهم على الإيه؟ على الطاعة، وإن المعصية ممكن تودي الواحد زي ما وديته في إبليس، وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية، فلا يخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك. وبعدين أنهم ينالون ثواب مخالفة إبليس ومعاداته، دي من أكبر الحكم. وبعدين الطبيعة البشرية نفسها ربنا سبحانه وتعالى خلقها مشتملة على الخير والشر والطيب والخبيث، وكامن فيها كذا وكامن فيها كذا. إذا كان الأمور كده يبقى لابد من خلق الأمور أو وجود المكروه المبغوض لله عز وجل، وربنا خلق ما فيش إشكال ولا حاجة. اتضحت يا اخوانا؟ وفي وجوه اخرى كثيره، يعني ابن القيم ذكر منها كثير، زي ظهور كثير من اياتي وعجائب صنعي حصل بسبب وقوع الكفر والشرك في النفوس الظالمه، كايه الطوفان اغرق بها الكفار في عهد نوح، وايه الريح واهلاك ثمود واهلاك ثمود وقوم لوط، وانقلاب النار على ابراهيم بردا وسلاما، كل دي بسبب حكم ربنا سبحانه وتعالى في خلق اعدائه وهو يبغضه، فترتب عليه من الحكم الأعلى والمصالح الأعلى. فإحنا بنفرد دلوقتي بين المراد لنفسه لذاته والمراد لإيه؟ لغيره. اتفهمت يا أخوانا الفرق بين المراد لذاته والمراد لغيره؟ ده كويس. آثار الرضا على العبد وعلاماته الظاهرة والباطنة، الآثار بقى لتبين أن الشخص راضي وعلاماته وآثاره، دية ابن القيم عمل 66 وجه. نعدهم؟ أنا اخترت منهم 12 بس، فالعلامات دي بقى أنتوا هترجعوا لها. يعني أقول لك يعني إيه اللي يخلي الواحد بيفوض الأمر؟ أقول لك إن علامة الرضا أن تستوي النعمة والبلية عنده. هانت هي أخوانا، خلاص أخوانا اللي نايمين صحصحوا،
فوق خلاص خمس دقايق وهنمشي. بقول لك علامة الرضا أن تستوي النعمة والبلية، ويقصد بذلك النعمة الكونية أو البلية الكونية يعني، في الرضا بهم. ليه؟ بقول لك أول وجه خلي بالك إن الشخص شايف نفسه مستخلف في أرض الله، أمين في ملكه، مفوض من قبله، والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض الأمر إليه. يا ربنا اداله كذا، والله ده استخلفني فيه، ده يأثر ملكه، أخبلك إزاي؟ فأنا أمين عليها، أخذها ولا تركها، أخبلك أنا راضي. أنت فاهم إزاي؟ لأن أنت فاهم المبدأ في الأصل إن الإنسان مستخلف مفوض من قبل الحق سبحانه وتعالى، وده دليل على فهم من القيم لقضية الاستخلاف، وليس كما يدعي البعض. لك ابن تيمية من القيم بيتكلموا على إن الإنسان مش خليفة عن الله عز وجل، ده خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان، وأنه مفوض على وجه الابتلاء والامتحان. المهم أنا مش هذكر لكم الوجوه، ذكرت لكم أغلبها. اللي يعنينا الآن اللي احنا نختم به الكلام بقى، والله وجوه جميلة جدا. عادل نعمل فيها ايه؟ إجمال أحكام العبودية المتعلقة بالقلب، بس نجملها كده مع بعض عشان هننتقل للركن الثاني في أحكام العبودية المتعلقة باللسان، ودي مهمة جدا في مسألة بيان. يعني تخيل دلوقتي المنهج اللي احنا ماشيين عليه، احنا بندور دلوقتي في أحكام الإيمان والعبودية اللي هي أحكام الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر وليس باعتبار تصديق الأخبار. باعتبار تصديق الأخبار خلصت في توحيد الأسماء والصفات في الدورة الأولى، وتوحيد الربوبية في الدورة الثانية. احنا بنتكلم عن توحيد العبادة، فالعبادة طاعة تنفيذ الأمر، هننفذ بإيه؟ بالقلب واللسان والإيه؟ والجوارح. طب إيه اللي واجب على القلب إن ننفذه؟ أدي احنا بقى ثلاث محاضرات في أحكام العبودية المتعلقة بالقلب وآثارها اللي بيطلع على البدن. بعد كده أحكام العبودية المتعلقة باللسان، بعد كده أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح، بعد كده شعب الإيمان اللي ماسكة الثلاثة، بعد كده الكبائر اللي متعلقة بالقلب واللسان والجوارح، دي مهمة جدا، بعد كده التوبة من هذه الكبائر، بعد كده أنا بقول لكم الخطة يعني اللي احنا ماشيين عليه، بعد كده إن شاء الله الشرك المتعلق بالقلب والمتعلق باللسان والمتعلق بالإيه؟ بالجوارح. لغاية كده يبقى احنا استوفينا توحيد العبادة بالشكل اللائق بصورة متكاملة، وأي طالب علم لو درسها إن شاء الله هيبقى عنده وعي كتير جدا في أكثر مما درس في كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب. النص الثاني بقى حجلنا القضية اللي فيها العذر بالجهل والجنس العمل والكفر والإيمان والأشياء دي كلها، اللي هي المتعلقة بقى بالحديث عن مرتبة الظالمين لأنفسهم والكافرين. احنا بنتكلم على العبوديات الواجبة على المقتصدين والسابقين. كده تفهم المنهج في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، لعل كده الصورة تكون مكتملة. وعلى فكرة الصورة ده هي احنا جمعناها من أفضل ما يمكن من المناهج اللي موجودة، يعني في المنهج اللي بيدرس في الجامعات ما فيش فيه الكلام ده، هم عندهم قضايا منفصلة حتى في نفسها مش مترابطة، وهم كلهم كانوا بيسعوا لهذا المنهج، ولله الحمد المنهج اللي بيدرس. بقولها تاني وبكررها، في قرية متر الرخل بمحافظة زفتة، محافظة غربية مركز زفتة، أفضل من اللي موجود في جميع الكليات الشرعية في العالم الإسلامي، ولله الحمد المفردات اللي موجودة، بس مطلوب حرص ومتابعة. وتتحملون أنا عارف المحاضرة طويلة، وجايز يقول لك الدكتور مسخ نفسه النهاردة علينا قوي طول خالص، بس استحملوني. بعد كده إن شاء الله عز وجل يعني نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته وفي جنته، وأن يشفع فينا نبينا يبيه صلى الله عليه وسلم. أهو إجمال أحكام العبودية المتعلقة بالقلب. في أحكام متفق على وجوبها وفي أحكام مختلف فيها. المتفق على وجوبها بالنسبة للقلب، عدوا معاي: الإخلاص، توكل، المحبة، الصبر، الإنابة، الخوف، الرجاء، التصديق الجازم، النية في العبادة. دي متفق على وجوبها، ما فيش خلاف على إن هذه الأعمال واجبة، واتفقوا على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. وأغلب الواجبات القلبية لها طرفان: واجب مستحق وهو مرتبة أصحاب اليمين، وكمال مستحب وهو مرتبة المقربين. وقالوا كذلك الصبر واجب باتفاق الأمة، وله طرفان:
واجب مستحق وكمال مستحب. هو قصده ايه؟ قصده ان الصبر على الواجب يبقى ايه؟ ودي درجة المقتصدين، والصبر على المستحب مستحب، ودي درجة ايه؟ المقربين السابقين. اما المختلف فيه فالرضا بالقضاء والقدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن في وجوبه قولين، من أوجبه قال السخط حرام، تسخط يعني، ولا خلاص عنه إلا بالرضا، وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب، ومن قاله مستحب قال لم يجئ الأمر به في القرآن ولا في السنة، وإنما جاء مدح إيه؟ أهله. بخلاف الصبر والتوكل والإنابة والإخلاص والخوف والصدق والمحبة، دي كلها واجبات على القلب. وبعدين اتكلم قال إيه؟ مراتب الناس في المقدور ثلاثة، الرضا وهو أعلاها، والسخط وهو أسفلها، والصبر عليه بدون الرضا. قال دي درجة المقتصدين، والرضا بالمقدر درجة الإيه؟ المقربين. فالأولى للأوسطها، فالأولى للمقربين، والثالثة والثالثة للمقتصدين. هو يقصد اللي هي المرتبة الخاصة بإيه؟ بقولها هو الثاني معلش، الرضا وهو أعلاها، والسخط وهو أسفلها، والصبر عليه بدون الرضا. فبقول الرضا هو أعلاها، دي للمقربين السابقين. والثالثة اللي هي الصبر عليه بدون الرضا، دي لمين؟ للمقتصدين. والثانية اللي هو السخط، ده لمين؟ للظالمين. ومن أيضا ومن ذلك أيضا في الأعمال اللي هي القلبية، اختلافهم في الخشوع في الصلاة. فيه قولان، للخشوع عمل قلبي، هل هو واجب ولا مستحب؟ فقالوا الخشوع في الصلاة فيه قولان الفقهاء، وعلى القولين اختلفوا في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في الصلاة، فأوجبها البعض ولم يوجبها أكثر الفقهاء. واحتجوا بأن وسلم أمر من سهى في صلاته بسجدتي السهو ولم يأمره بالإعادة، وقد صح أن الشيطان يأتي إلى الشخص يعني في الصلاة فيقول أذكر كذا وكذا. وأغلب الناس طبعا في حكاية الخشوع في الصلاة ما بتبقاش بنسبة إيه؟ 100%. ولكن لا نزاع بينهم، خلي بالك، أن هذه الصلاة لا يثاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبه وخضوعه. والقصد الخلاصة بقى يا أخي الكلمتين هما إن الأعمال ديت واجبها ومستحبها عبوديات للقلب، فمن عطل عبودية القلب عطل العبادة، ومن لم يوحد الله فيها لم يوحد الله في العبادة. فالقلب ملك الأعضاء، وفي صلاح صلاح الجسد وصلاح الإنسانية جمعاء. ما تقوليش الإنسانية هتنصلح بمجرد قول الشخص لا إله إلا الله وفقط، وما فيش أي عمل صالح يعمله وتقولي كده هتنصلح الإنسانية، أبدا. عشان تنصلح الإنسانية يبقى لازم صلاح القلب، يبقى لازم الأمور دي كلها. وزي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت إيه؟ صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأول الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى، ناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله
بهيم.